صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. صباح المشاركة الإيجابية على كل المصريين، وتحديدا طبعا المصريين بالخارج. النهاردة بتنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج اللي هتستمر لمدة 3 أيام على مدار النهاردة الجمعة والسبت والأحد في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. طبعا التصويت في الانتخابات في الخارج مش بس للمقيمين، أي مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وهو متواجد بالخارج دلوقتي، سواء بقى كان مقيم أو مسافر في زيارة عمل أو حتى سياحة، بيحقله أنه يتوجه للسفارة ويدلي بصوته في العملية الانتخابية، بشرط أن يكون معاه بطاقة الرقم القومي أو معاه جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. الحقيقة حوالي 14 مليون مصري بالخارج مدعوون النهاردة للمشاركة الإيجابية والسياسية والإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024. تصويت المصريين بالخارج هيتم في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، بيشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. والهيئة الوطنية للانتخابات طبعا وفرت كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة للتسهيل على الناخب المصري في الخارج للتصويت ولإثبات حضور الناخب بشكل إلكتروني من أجل رفع اسمه من كشوف التصويت الداخلية منعا لازدواجية الاقتراع. الحقيقة أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية هي منافسة على العمل الوطني وترسيخ الممارسة السياسية وكمان تعميق للحقوق الدستورية والديمقراطية في مصر، عشان كده دايما بنشجع بعض على أننا ننزل ونشارك ونقول رأينا ونختار الأصلح لقيادة الدولة بحجم ومكانة الدولة المصرية. النهاردة هنتابع مع حضراتكم عملية توافد المصريين على السفارات والتصويت في الانتخابات الرئاسية. مرة تانية بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. تعالوا نروح لزميلتنا لمياء حمدي نتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات ونصبح عليها. صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 24 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا مرة تانية نرجع لمنى ومحمد نبدأ معهم فقرتنا. شكرا كلمة. خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار وأهم الأحداث. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالأمس لدبي للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية لتغير المناخ COP28، وده تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. سيادة الرئيس هيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، واللي ركزت بشكل كبير على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي وتأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. امبارح كمان استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بدبي السيدة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وخلال اللقاء تم استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي خصوصا في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري. خلال اللقاء أشادت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، وأكدت استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن
متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر تغير المناخ COP28. ولدى وصول سيادته مدينة دبي كان في استقبال سيادته الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي. هذا وعقب وصول سيادته مدينة دبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته السيدة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكدت السيدة جورجيفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة. في خطوة هي الأولى من نحى لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، الشركة المتحدة أبرمت اتفاقها الأول لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم. الخطوة دي بالتأكيد هتفتح أسواق جديدة للدراما المصرية وهتساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به لآفاق أبعد من الانتشار وكمان التأثير. الاتفاق اللي أبرمته الشركة المتحدة هو بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبر كلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم. وتم توقيع الاتفاق امبارح بين السيد عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري. مؤسسة حياة كريمة بتكمل جولتها في محافظات الجمهورية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة وجهود المؤسسة خلال 4 سنوات من العمل التنموي. المرة دي حياة كريمة كانت موجودة داخل محافظة الإسماعيلية مركز الأنطرة شرق، وده بحضور حشد كبير من أهالي المحافظة. استكمالاً لسلسلة التوعية بأزمة الأشقاء في فلسطين اللي بتقدمها حياة كريمة، أقامت المؤسسة مؤتمر حاشد لأهالي الإسماعيلية بالأنطرة غرب، شرحت من خلاله أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها قيادة وشعباً. النهاردة متواجدين داخل مركز ومدينة الأنطرة غرب تحديداً يعني للتوعية بالقضية الفلسطينية وبعرض إنجازات المؤسسة خلال ال3 سنوات الماضية. احنا كحياة كريمة بندعم القضية الفلسطينية وقدمنا أكثر من 3500 طن ما بين مواد غذائية ومواد طبية لأهلنا في غزة، وبندعو الله أن يخفف عبء الحرب عليهم ديت. حياة كريمة موجودة بصراحة في قلب محافظة إسماعيلية، ليها دور فعال في جميع قرى المحافظة، قامت بمجهود غير عادي في محافظة إسماعيلية. احنا بنشكرها وبنشكر فخامة الرئيس على وجود هذه المؤسسة، الكيان المحترم اللي بيخدم أهالينا الغير قادرين. ولأن حماية الأمن القومي المصري بيعتمد في المقام الأول على الوعي الشعبي بالقضايا المختلفة، أكدت حياة كريمة على أهمية مشاركة المواطنين في دعم استقرار بلادهم عن طريق تواجدهم بالعمل العام والتعبير عن اختياراتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بنحضر معاهم، ندعمهم ونأيدهم ونأكد على دعم القيادة السياسية
لكافة طوائف وشرائح الشعب المصري. حابين ننقل لكل المجتمع أن مؤسسة حياة كريمة، المؤسسة الرئاسية، داعمة بشكل كبير جدا للقضية الفلسطينية. ومن أول يوم تقريبا المؤسسة كانت من أول الجهات اللي اتحركت وقدمت كل الدعم لأشقائنا في فلسطين. من وعي الناس بالقضية الفلسطينية، بندعم الدولة المصرية، بندعم قرارات الدولة المصرية اللي أخذتها للقضية الفلسطينية، بنقول لا للتهجير القسري لإخواتنا في غزة. العمل التطوعي اللي بتقدمه حياة كريمة دعما لأشقائنا في غزة هو نهج بتسير عليه منذ النشأة لتوفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار للوطن، بالإضافة للدور التوعوي المهم اللي بيمثل حائط صد ضد محاولات التخريب والإرهاب الفكري. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقتنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا في استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية اللي بنشهده منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهرة الكبرى، ومتوقع أن هي تكون 24 درجة مئوية ده خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. بنتأثر بالكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية، فعشان كده احنا حاسين بالدفء والاستقرار في الأحوال الجوية. كمان في امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سقوع أشعة الشمس، يعني أجواء مشمسة خلال فترة النهار دي بتحسسنا بالدفء والاستقرار والأجواء اللطيفة تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى أو الوجه البحري أو سواحلنا الشمالية. أجواء مائلة للحرارة أو معتدلة بشكل كبير على شمال الصعيد، من مائلة للحرارة الحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس والخنة فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر ومحسوس خلال فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، الأوقات دي اللي بنسجل فيها قيمة درجة الحرارة الصغرى واللي بتوصل ل 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، المدن الجديدة، الأماكن الصحراوية، الأماكن المفتوحة بشكل كبير بتحس بقيم درجات حرارة كمان أقل من ال 15 درجة مئوية، فبالتالي أجواء فترة الليل هي أجواء من مائلة للبرودة إلى باردة في معظم المحافظات، خاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. دايما الظاهرة الجوية اللي بتأثر في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية. شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة بتتلاشى سرعان ما يعني سطوع أشعة الشمس، وتبدأ الرؤية الأفقية تحسن على أغلب الطرق. كمان ما بتأثرش بشكل كبير على حركة المرور. وقت تكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا لحد الساعة 7 أو 8 صباحا الشبورة المائية بتكون موجودة. كمان هو المرتفع الجوي ده مكمل معانا لحد امتى يا دكتور؟ يعني هو مكمل معانا يمكن كمان بكرة بإذن الله السبت، ومع يوم الحد هيبدأ في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيأثر علينا، لكن برضه هيظل معاه في استقرار في الأحوال الجوية، لأن ما فيش أي فرص لسقوط الأمطار هتكون موجودة معانا غير يوم الحد اللي جاي على بعض الأماكن من حلايب وشلاتين. مع يوم الاثنين هتمتد الأمطار لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أو بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، لكن كلها فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة أو الأسبوع المقبل هتبقى فرص أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. يعني هيكمل معنا الاستقرار في الأحوال الجوية كمان خلال الأسبوع المقبل بإذن الله، ويمكن نلاحظ مع يوم الحد والاثنين ارتفاعات خفيفة في قيم درجات الحرارة، عظمى على القاهرة الكبرى هتوصل 26 درجة مئوية، فبرضه مش هنحس بيها بالشكل الكبير بالكبير، بس الأجواء مستقرة بشكل كبير في معظم المحافظات. طيب اليومين دول احنا بنتعرض لمرتفع جوي، وكمان كام يوم هنتعرض لمنخفض جوي، ده طبيعي في يعني في مثل هذا الوقت من العام؟ التباين ده
اه طبعا، تغير التوزيعات الضغطيه من يوم للتاني، تغير درجات الحراره من يوم للتاني ده طبيعي جدا. احنا بنقول المعدلات الشهريه لدرجات الحراره على 24 درجه مئويه خلال يعني الايام دي من السنه، لما يحصل فيها ارتفاع او يحصل فيها انخفاض اقل من المعدل ده طبيعي جدا، لان احنا ايام بيبقى فيها الاجواء مشمسه، ايام بيكون فيها حالات عدم استقرار، فباختلاف الايام وبتختلف درجات الحراره ده طبيعي جدا. خلينا بس ننوه ان احنا مع فتره المساء وساعات الليل بيبقى في نشاط نزل الرياح، نشاط الرياح اللي بيكون موجود ده بيخلينا نحس اكتر بالبروده وانخفاض قيم درجات الحراره في القاهره الكبرى او السواحل الشماليه للبلاد، مدن القناه، جنوب سيناء. فعشان كده لازم ننوه على اختلاف درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل ونوعيه الملابس بشكل كبير. يمكن ده الوقت اللي لازم نختار فيه نوعيه الملابس بشكل كبير، لان ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فلازم نرتدي الملابس الشتويه او نصطحب جاكيت لو احنا بنخرج فترات الليل المتاخر او بنرجع من اشغالنا، يعني بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر. طيب هي سرعه الرياح كام يا فندم، وهل هي مصحوبه برمال واتربه ممكن تاثر على مرضى الحساسيه ولا لا؟ هي سرعات رياح مش قوية بشكل كبير، يعني بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، فهو نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط زي ما قلنا هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. حركة الملاحة البحرية على البحرين طبعا في اعتدال كامل في سرعات الرياح زي ما قلنا، او يعني سرعات رياح معتدله نسبيا، فبالتالي ده بيرجع مردوده على حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع امواج على البحر الاحمر لا يتجاوز ال 2 متر، ما بين 1 الى 2 متر، ايضا البحر المتوسط كمان هيكون خفيف، فبالتالي البحرين هيكون مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ونقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، لان احنا ما عندناش ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه او نستمتع باجازه الويك اند باذن الله. بشكرك في النهايه شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 15، العظمى فيها عفوا 24، وصور 15، العاصمه الاداريه 23-15، اسكندريه 23-14، العلمين الجديده 23-14، مطروح 22-13، دمياط 23-17، بورسعيد 23-18، الاسماعيليه 25-13. السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 23-15، كاترين 20-4، طابة 23-14، حلايب 26-18، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 27-17، الفيوم 24-12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 28-10، أسيوط 25-8، سوهاج 25-10، قنا 26-11، الأقصر 28-12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا نمياء. خلينا دلوقتي مشاهدينا ناخدكم جولة في معظم أو في أغلب دول وعواصم العالم اللي ابتدت بالفعل الانتخابات أو هتبتدي الانتخابات الرئاسية في خلال ساعات قليلة. أبرشية سيدني دعت المصريين في أستراليا للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وكان ليها دور كبير في تشجيع المصريين على الاصطفاف قدام السفارة. فعلا منا، يعني التصويت بيكون على مدار 3 أيام زي ما قلنا، من 9 صباحا إلى 9 مساء. طبعا في فروق توقيت من دولة لأخرى، البدايات كانت من نيوزيلندا بتوقيت العاشرة مساء امبارح، مرورا باستراليا طبعا ودول شرق اسيا، اليابان وكوريا. نروح زي ما قالت منا الى استراليا، ومعانا على الهواء الانبا دانيال اسقف ابرشية سيدني واحد ابناء الجالية المصرية في استراليا. بنصبح على حضرتك الانبا دانيال، وبداية حابين نعرف توقيت عندكم دلوقتي الساعة كام، وازاي بدأت العملية الانتخابية في سيدني؟ صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر، وشكرا للاستضافة وربنا يبارك لكم. الساعة دلوقتي عندنا 4:37 دقيقة مساء، والعملية الانتخابية ماشية حلوة جدا، ابتدت الساعة 9 صباحا النهاردة، وضعفي وأنا رحت بنفسي ومعايا الآباء الكهنة، وكل كاهن جاب اللي عنده البطاقة والباسبور المصري، وبنطلع بالكتبشات من كنايسنا في سيدني، وحتى في اباء كهنه جو من ولايه كوينزلاند بالطياره عشان يدوا فوتنج، وبنعمه ربنا العدد النهارده كان حلو جدا، ونشكر ربنا الحمد لله.
ما شاء الله. فكرة تيسير الوصول المصريين لمكان الاقتراع أو للسفارة المصرية وللقنصلية علشان يقدروا يدلوا بأصواتهم، ده أعتقد أنه ممكن يساهم بشدة أن يبقى فيه إقبال جماهيري من المصريين أنهم يقدروا يوصلوا مادام فيه كمان مساعدات في الوصول. ممكن، لأنه هناك ما فيش باركينج للعربيات في مقر السفارة، صعب جداً. فقررنا أباء الكهنة الأجلاء في كنايسهم يطلعوا أوتوبيسات وياخدوا شعوبهم ويروحوا، والنهاردة كان عدد حلو بس بكرة حيكون أكثر عشان النهاردة شغل، بكرة أجازة ويوم الحد أجازة. وأنا عايز أشكر سعادة القنصل العام محمد خليل، قنصل جمهورية مصر في سيدني، والسفير المصري محمود زايد في كامبرا، إن هم على تواصل جيد معنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سيدني. وعايز اقول حاجه حلوه تاني، ان هم بعتوا لنا خطابات من 31 اكتوبر بتفاصيل الانتخابات، وده في او انا بعت جواب لكل كهنه سيدني بتاريخ 28 نوفمبر عشان ما ينسوش الانتخابات. والخطاب ده كان اخذته كل البلاتفورم اوف ذا سوشيال ميديا ان ذا دايسيس اوف سيدني. طب أم دانيال، عايزين حضرتك كده تحكي لنا وتوصف لنا من يعني بداية ذهاب المصري أو تجربة حضرتك وصولا إلى القنصلية والإدلاء في صندوق الاقتراع، إيه الخطوات اللي بتتم؟ إيه اللي بيحصل بمجرد دخول المصري إلى مقر القنصلية؟ الإجراءات المتبعة إيه يا فندم حتى الإدلاء بصوته؟ طيب، الإجراءات بتبتدي قبل الوصول. نحن بنسافر بالعربية ساعة، بالعربية ساعة عشان نوصل للقنصلية لأن هي في السيتي ونحن برا السيتي. السيتي متركزة في المباني كلها الإدارية، زي العاصمة الإدارية اللي بنشكر فخامة الرئيس السيتي اللي عملها. بس السيتي بتاعتنا هنا بعيدة من الكنائس، ففي ناس ياخدوا القطر وياخدوا الأوتوبيس وعربيات. وبندخل نسلم على معالي السيد القنصل العام محمد خليل، وبعد كده بنطلع البطاقة المصرية، بنسجل الرقم القومي، بدونا ورقة جواز السفر أو البطاقة، يعني جواز السفر أو الرقم القومي، جواز السفر أو البطاقة، يعني بس وين يكون الرقم القومي موجود. وبعد كده الورقة دي فيها أسماء أربعة مرشحين، والمرشح بيختار واحد برايفتلي، يعني برايفتلي بشكل بخصوصية، ما فيش أي نوع من أنواع المتابعة. حضرتك بتختار إيه أو أي نوع من أنواع التوجيه؟ يس، يعني بيخلوه لوحده كده ويدوا له قلم ويقولوا له رشح مرشح واحد. وبعد كده بنقرأ من لجنة الميديا بتاعتنا اللي تابعة للكنيسة مع اللي رشحوا. اللجنة دي ممكن فيها لايف وفيها فيسبوك وكده، بحيث نشجع كل الشعب القبطي الأرثوذكسي في أبرشيد سيدني وكنائس سيدني يحضر يعني. أكيد. طيب أما دانيال، يعني إحنا بنقول إن الدعوة موجودة لكل المصريين، مش بس المقيمين في أستراليا، اللي موجودين لزيارة أقاربهم أو اللي موجودين في فرصة عمل، أيا كان الأمور ممكن تكون ميسرة. هل في توجيهات إزاي تقدروا تحافظوا على صوتكم في الانتخابات؟ يعني التفاصيل، ما تختاروش غير مرشح واحد، ما تكتبوش حاجة في الورقة، كل التفاصيل الصغيرة دي، هل في حد فهمها لكم قبل ما تبتدوا الاقتراع او قبل ما تبتدوا تدلوا بصوتكم؟ القنصل العام في سيدني بعت لنا خطاب بالتفاصيل، ازاي نوصل وازاي ندخل وازاي نكتب وازاي نطلع، كل التفاصيل موجوده. ونحن تابعنا التفاصيل وارشادات يعني السفاره المصريه، وكل واحد فاهم بيدخل عامل ايه. أكيد. طب أم دانيال، حضرتك قلت لنا ان النهارده اجازه، النهارده يوم عمل، فمتوقع حضرتك بكره يكون في اقبال اكثر كمان من النهارده من قبل الجاليه المصريه باستراليا. حابب اعرف من حضرتك اهميه المشاركه، يعني اهميه ان تشارك سياسيا في مثل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بتمثل ايه للمصريين في الخارج؟ لانه استشعار ان صوتي وانا في ابعد نقطه بعيده عن البلاد، احنا بنتكلم على استراليا في شرق العالم، يعني قادر اني اصنع فرق وقادر اني يكون ليا صوت حقيقي في هذه الانتخابات. اهميه المشاركه السياسيه في هذا الاستحقاق برايك ايه؟ سؤالك حلو يا استاذ رامي، انا هقول اجابته ثلاث نقاط. واحد،
قداس البابا تودروس قال لنا في كتاب كده اسمه البابا خدمة للبابا لله والوطن سنوات، قال لنا نحن بنحب كل ذرة في تراب مصر، فكل المصريين هنا مسيحيين ومسلمين بيحبوا كل ذرة في تراب مصر. فالإجابة الأولى الانتماء لمصر. صح نحن بعيد في سيدني ونيوزيلندا وأستراليا، بس نحن بننتمي لتراب مصر ولنيل مصر ولهواء مصر. النقطة الثانية تواصل الأجيال، يعني الأجيال بتاعتنا اللي هنا دي لازم ترتبط بالأجيال اللي هي في مصر، لأن كل واحد فينا عنده قرايبه في مصر. يعني أنا مولود أصلا في إسنا أبر إيجيبت، يعني ففي التواصل الأجيال. والنقطة الثالثة الأخيرة اللي هي ممارسة حقنا الدستوري في صناعة القرار، يعني نحن من حقنا ننتخب، فلازم نمارس هذا الحق. أعتقد مصر الجديدة من يعني من 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 الفترة الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيها بقى فيها مكان لكل المصريين سواء جوه مصر أو بره مصر. الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمصريين اللي موجودين في الخارج وكمان للجيل الثاني والثالث من المصريين اللي موجودين في الخارج، يمكن في بيوت وأماكن واستثمارات كبيرة موجودة للمصريين اللي موجودين في الخارج، ربط ولاد الجيل الثاني والثالث مع الداخل المصري انتوا شايفينه بيحصل ازاي الانبا دانيال؟ هو الحقيقه السفاره المصريه بتربطنا بمصر في كل حاجه. يعني عايز اقول في مشكله بسيطه حصلت معانا بالنسبه للإلكشن، انه في بعض الكهنه عندهم شهاده ميلاد مصريه وفي الرقم القومي بس ما طلعوش البطاقه نفسها. فانا النهارده قابلت السيد السفير محمد خليل وقلت له يا ريت تساعدنا، فقال يس ممكن بس يجمعوا لنا 300 اسم او 500 ونحن نجيب لجنه خاصه من مصر عشان يطلعوا بطاقه الرقم القومي عشان يكون في الربط قوي. برضه في كان مشكله صغيره قابلتنا، انه عندنا 7 كنائس في ولايه كوينزلاند فيها حوالي 500 ل 600 اسره، عشان يجوا من كوينزلاند يعملوا فوتنج عايزين تذكره طيران. التذكره ب $200 فبيكون صعب، اللي بيقدر يجي حقيقي بس مش يكون عدد كبير. فانا برضو اقترحت لسعاده السفير انه لو ممكن يفتحوا قنصليه او ينتدبوا ناس يروحوا هناك عشان يطلعوا البطاقات الرقم القومي، ويكون في يعني في تواصل بين الاقباط المصريين الموجودين في استراليا مع الارض للأم مصر والكنيسة الأم في مصر. أكيد كل الشكر ليك الأنبا دانيال أسقف أبرشية سيدني، شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح مع حضراتكم من أستراليا من شرق العالم إلى غرب العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان التصويت بدأ طبعا حسب فروق التوقيت في أستراليا من ساعات، فلسه حتى الآن لم يبدأ التصويت في الولايات المتحدة، طبعا في فرق في التوقيت، لكن جالية مصرية كبيرة جدا من أكبر الجاليات المصرية الموجودة في الخارج بالجالية المصرية بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، في استعدادات خاصة للمصريين في مختلف الولايات للمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية. معانا عبر زوم الأستاذ عصام يوسف نائب رئيس اتحاد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير على حضرتك أستاذ عصام، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير بتوقيتنا ومساء الخير عندكم. فندي. أهلا وسهلا بحضرتك، كلمنا عن استعداد الجالية المصرية في الولايات المتحدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية. والله أولا أنا أحب أهني الشعب المصري في بخصوص طبعا الانتخابات المصرية بالخارج. احنا هنا عندنا طبعا في أمريكا، أحب أوصف على الأقل مبدئيا، احنا عندنا في عرس انتخابي كنا كلنا متوقين لهذه اللحظة لنعبر لمصرنا الحبيبة مدى حبنا وعشقنا ليها، إن احنا على الأقل عندنا حقنا نقدر نضلي بأصواتنا، حقنا الدستوري نقدر نحدد اتجاهات البلد. صوت المصري في الخارج غالي جدا جدا، وبنشكر طبعا كل الأجهزة الحكومية في مصر والدولة المصرية بكراسة كل الإمكانيات لتسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج. في عجالة سريعة جدا يا فندم، أقول مصرنا غالية علينا، ودايما المغترب في خارج مصر
نظرته بتختلف كلياً عن تفكير المصري بالداخل، داخل الوطن. احنا حبنا كبير قوي قوي قوي، وي ار ويلنج نقدر ندي كل حاجة لبلدنا الجميلة مصر. صحيح. احنا طبعا دلوقتي فرق التوقيت عندنا في امريكا، طبعا انا في ولاية نيوجيرسي، احنا كنا الفترة السابقة كنا عاملين تجهيزات على مستوى عالي جدا الثلاث اربع اسابيع اللي فاتت، من عملية توعية، عملية لقاءات، عملية اجتماعات، مؤتمرات مع بين المصريين عشان نوعيهم ونحاول نحثهم على ان هم ينزلوا للانتخابات. طبعا طبعا احنا عندنا عارفين وحاسين تباعد الولايات، احنا في قاره تانية خالص. صحيح. يعني لكن انت تخيلي حضرتك بتتعاملي مع مصريين في 50 ولايه، والولايات متناثره، يعني بين كل ولايه ولايه طيران ممكن تسافرها حوالي 5 6 ساعات طيران. خليني اسال حضرتك استاذ عصام، يعني طبعا 50 ولايه، ولايات متفرقه، هنا دور اتحادات الجاليات المصريه في الولايات المتحده انها تقرب المصريين ما بين كل هذه الولايات ايه؟ وازاي بتعملوا على تنظيم مثل هذه الرحلات لو في مقرات او للبعثات الخاصه بالعمليه الانتخابيه؟ ده بيتم ازاي على الارض بالتنسيق ما بين المصريين الموجودين في كافه هذه الولايات؟ هو هوضح لسعادتك، احنا في امريكا، قاره امريكا كلها بالكامل، عندنا 5 مقرات دبلوماسيه، اللي هي طبعا القنصليه المصريه موجوده في نيويورك، السفاره المصريه والقنصليه برضه تعتبر في واشنطن دي سي، من خلال لوس انجلوس، شيكاغو، هيوستن. طبعا حصل تنسيق على مستوى عالي جدا جدا وتواصل بيننا احنا كمصريين من خلال طبعا القنصليات المصريه. قدرنا وابروتش المصريين بالتجمعات بتاعتهم، وحقيقي كانت ميزه كويسه جدا جدا. ما يميز برضك الاتحاد بتاعنا المصريين للخارج بامريكا ان احنا منتشرين لغايه دلوقتي في حوالي 32 ولايه في امريكا. جميل. فطبعا من خلال المقرات بتاعتنا، طبعا رئيس الاتحاد عندنا مستر رأفت صليب في لوس انجلوس، وانا هنا سعادتك النائب في الساحل الشرقي. فدايما على تواصل مستمر، بنعمل زيارات، كنا للكنائس، عملنا زيارات للمساجد، عملنا مؤتمرات داخليه وزيارات ولقاءات مع الاصدقاء، مع الاهل، مع الاصحاب، وبرضك من خلال اولادنا اللي هم في الجامعات، يعني بنحاول عمليه الوعي برضك نحاول نوصل لهم ان ازاي هم يبقى في ترابط. ولما جت فرصة الانتخابات دهيت قلناها فرصة يعني جميلة جدا ان احنا ازاي نعبر لبلدنا من خلال الترابط، انا عايز اقول الترابط المصري والاسري في نفس الوقت. صحيح. احنا حبنا جارف لمصر يا فندم، وزي ما بنقول حبنا بيختلف كلية عن حب احنا لينا نظرة مختلفة عن نظرة المصري داخل البلد. عشان كده احنا قلنا فرصة الانتخابات دي نعبر بيها. احنا فعلا دلوقتي مش عايز اخش في الناحية السياسية، بس على الاقل احنا شايفين ما يحاك ببلدنا، ده اللي خلى فعلا في اندفاع، وهتشوف حضرتك في الساعات القادمة ان شاء الله اكيد بالصوت والصورة مدى تهافت المصريين ان هم يروحوا يضلوا باصواتهم للصالح العام ولصالح مصر، لان حاسين بمدى الضغوط اللي على بلدنا وما يحاك بينا من العالم الخارجي. فعشان كده المصري حاسس ان هو صوته غالي جدا جدا، وهتشوف حضرتك حاجه مختلفه خالص المره دي في الانتخابات. أكيد. كل الشكر ليك الأستاذ عصام يوسف، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية للمصريين في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية نروح إلى دولة الكويت عشان نتعرف مع حضراتكم على بداية الانطلاقة لمشاركة المصريين داخل الكويت في هذه الانتخابات الرئاسية. معنا نايف عثمان علي، عضو الجالية المصرية في الكويت ورئيس رابطة شباب أسيوط بالكويت، أهلا وسهلا بيكم، صباح الخير. يا صباح الخير على مصر وعلى أهل مصر في كل مكان في العالم كله. عايزينك تقول لنا بقى مشاهد الانطلاقة الأولى لمشاركة المصريين في الكويت للتصويت في الانتخابات الرئاسية. حضرتك أولا احنا دلوقتي، انت لو شفت المنظر حضرتك هنا في دولة الكويت، احنا كل مرة في الانتخابات الرئاسية
الحمد لله رب العالمين، دولة الكويت، الشعب المصري كله في الكويت عمال يشارك في الانتخابات الرئاسية، وأكثر جالية مصرية في الكويت بصراحة يعني في كل الانتخابات بتكون متواجدة معانا خلال الثلاث أيام. احنا ما شاء الله الانتخابات هتبدأ عندنا الساعة 9 والساعة من الساعة 8 الناس واقفة طوابير، حشد غير طبيعي من المصريين ما شاء الله واقفين ومتحمسين وكلهم مستعدين بره اللجان الانتخابية. طب عايز اسال حاجه حلوه طبعا. عايز اسال حضرتك على عدد الجاليه المصريه تقديريا كده اللي موجود في دوله الكويت والتسهيلات اللي بتقدم من قبل السفاره المصريه للناخبين. تقريبا يا فندم هنقول من 600 ل 700 الف مصري من الكويت تقريبا يعني. حلو. السفاره بتجهز كل شيء، احنا بقى لنا شهرين بنجهز كل الاستعدادات وكل شيء. طبعا استعدادات كامله لانتخابات الرئاسه الجمهوريه، والسفاره طبعا جايه بدور مهم جدا 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 في التنظيم وفي التنسيق وفي حرص المصريين على المشاركه، ومفيش اي تقصير نهائي من ناحيه الجهات الامنيه الكويتيه او الجهات الامنيه المصريه. وفعلا فعلا احنا كل مره ان شاء الله بنثبت للعالم كله ان المصريين في كل مكان يعني ما حدش بيسيب صوته، الكل بينزل ويشارك. المبادرات اللي بتقوم بيها او اللي شفناها الفتره اللي فاتت لتوعيه المصريين المقيمين في الكويت باهميه المشاركه السياسيه واهميه الادلاء بصوتهم في الانتخابات، لو تكلمنا عن المبادرات اللي تم اطلاقها في الفتره اللي فاتت. نايف سامعني؟ واضح ان في مشكله في الاتصالات. احنا شايفين ان يعني الجاليه المصريه في مختلف الاماكن، سواء الانتخابات ابتدت عندهم بالفعل او بيستعدوا للانتخابات، حريصين على المشاركه سواء من الاجيال الكبيره او من الاجيال الجديده يا محمد اللي يمكن تكون ما جاتش اصلا مصر. عندهم زي ما انت كنا بنتكلم من شويه اللي هو الجيل الثاني والثالث الموجود حتى في استراليا او في دول المهجر او دول بعيده لسه مرتبط يعني بالدوله المصريه، وفي مبادرات كثيره جدا بمد الجسور مع هذه الاجيال. احنا بنتكلم 14 مليون مصري مدعوون للاقتراع النهارده في الخارج، بنتكلم على 137 مقر دبلوماسي في 121 دوله، يعني الانتخابات بتجرى في 121 دوله على مستوى العالم. مفروض من الساعه 9 صباحا حتى 9 مساء بيتم عمليه التصويت والاقتراع حسب التوقيت لكل دوله منا. البدايه او ضربه البدايه والانطلاقه كانت امبارح الساعه 10 مساء في نيوزيلندا بالاتجاه كده شرقا، يعني بداية من نيوزيلندا واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية، وغربا بتبدأ الدول تباعا يحصل فيها عملية التصويت. مرة تانية رجع لنا الأستاذ نايف عثمان عضو الجالية المصرية في الكويت ورئيس رابطة شباب أسيوط. عايز أكلم حضرتك أستاذ نايف على أهمية المشاركة، رسالة من حضرتك للمصريين المقيمين في دولة الكويت، أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية. هو يا فندم طبعا احنا كمصريين كلنا بنكون حريصين ان احنا نكون مشاركين في الانتخابات، وكل واحد فينا بيبقى عايز يعرف حقه، وكل واحد بيكون عايز يدي دوره الصح، تمام؟ فاحنا بنثبت للعالم كله كمصريين في دوله الكويت. العدد اللي موجود حاليا ما شاء الله، احنا لسه الساعه يعتبر 9 الا 5، عدد المصريين الموجود بره اللجان كتصويت سبحان الله فعلا منظر يعني مفرح جدا جدا جدا، ان كل الناس من الساعه 8 الصبح او 7 ونص الصبح جايه عشان تشارك في الانتخابات. فده طبعا شيء مهم جدا جدا ان المعلومه واصله لكل المصريين ان انت لازم تشارك وتدي صوتك. خليني اعيد تحيه كبيره جدا جدا لكل الشعب المصري. اتفضل. خليني اعيد سؤالي تاني يا استاذ نايف، المبادرات التوعويه اللي تم تقديمها لتوعيه المصريين المقيمين في الكويت باهميه مشاركتهم السياسيه. المبادرات حضرتك فيديوهات، في فيديوهات كتير عملناها من جوه مصر ومن بره مصر لتوعيه المصريين للمشاركه في الانتخابات، ووزاره الهجره عملت كذا اجتماع وكذا مؤتمر على قناه زوم لبرص الحرص المصريين على مستوى العالم للمشاركه في الانتخابات، واحنا كبدورنا رؤساء روابط في دوله الكويت عملنا برضه نفس الشيء، فيديوهات بكل واحد فيديو باسمه وشخصيته بيوعي اهله وناسه وكل اللي يخصوه انهم يشاركوا في الانتخابات. وفي رسائل برضه السفاره عملت رسائل ووصلت صوتها للناس اللي الناس كله لازم يشارك في الانتخابات. اعتقد كل ده ممكن يكون مجهود كبير. صحيح. جدا هيثمر جدا في المشاركه الانتخابيه. فعلا منا، وبعدين في بعض الاصوات كده منا، وعايز اسال برضو يعني حضرتك معانا استاذ نايف، انه في بعض الاصوات كده المحبطه شويه، يعني في اصوات كده تقول لك يعني سلبيه شويه، تقول لك بلاش ننزل بلاش يعني. يا فندم طبعا الناس السلبيه دي، احنا الناس السلبيه دي يا فندم المنظر بتاع دلوقتي اللي احنا موجودين حاليا، المنظر دلوقتي حاليا بيثبت لكل الناس السلبيه دي ان انت لو انت واحد سلبي
في مليون غيرك مش سلبي. طب لو انت بترد عليهم ازاي؟ يعني قول لي كده رساله بترد عليهم ازاي لما حد يقول لك يا عم هي هتفرق يعني لو رحت ولا ما رحتش؟ يا فندم اوكي، اقول له تعالى انت انزل انزل صوتك، سواء في خانه الرئيس بتاع فتحي السيسي او للمرشح البديل، ادي صوتك بدل ما تقعد في البيت وتبقى سلبي، ما انزل وشارك، ادي صوتك. انت طول ما انت قاعد في البيت انت صوتك كده ضايع عليك، انت كده مالكش اي حق خالص نهائي طالب باي حقوق اصلا. يمكن عدم مشاركتك في الانتخابات انت كده انت بتلغي صوتك اصلا. صحيح. يمكن الدول الاوروبيه والدول الاجنبيه بصفه عامه نتوقع ان تكون المشاركه فيها اكبر بدءا من غد علشان الاجازه او الويك اند، لكن يمكن في الدول العربيه المشاركه هتكون جيده جدا من اول يوم. جدا جدا يا فندم، والكويت دايما يا فندم لو انت متابع الكويت في كل دوره انتخابيه في الدستور في كل مره الكويت الحمد لله رب العالمين بتطلع الاولى، لان احنا هنا الجاليه فعلا عندها حرص في المشاركه في كل اي شيء يخص مصر. هل الفترة اللي فاتت يعني شيء مشرف جدا جدا طبعا كان في حملات كده توعية يعني نظمتوا بعض الفعاليات عشان نوعي المصريين الموجودين في الكويت بأهمية المشاركة السياسية وأهمية هذا الاستحقاق الدستوري؟ اه يا فندم طبعا عملنا كذا اجتماع وكذا حاجة هنا اللي احنا بنوعي الناس وبنخلي الناس تشارك، والحمد لله رب العالمين في اقبال يعني في اقبال كبير جدا جدا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكل مؤيده للمره الثانيه والثالثه والرابعه، لان لازم عشان مصر الاستقرار بتاع مصر والامن والامان لازم الرئيس عبد الفتاح السيسي يكمل. اكيد كل الشكر ليك نايف عثمان. توعيه كامله. تمام، كل الشكر ليك نايف عثمان علي عضو الجاليه المصريه في الكويت ورئيس رابطه شباب اسيوط بالكويت. طبعا المشاركه السياسيه الايجابيه مهمه جدا، وحاله الوعي الجميله يا منى اللي موجوده لدى كل المصريين الحقيقه. يعني الاستاذ نايف دلوقتي بيقول لنا لما بس سمع انه ممكن يبقى في حد سلبي وعايز يقعد في البيت وما ينزلش، لا ده حقك وصوتك ودي امانه على فكره، امانه لانه انت بتختار ايا كان الصوت لايا كان هذا المرشح اللي انت بتختاره، لك الحريه المطلقه في ان تختار من يمثل البلاد خلال 6 سنوات المقبله، فده حقك لا تتنازل عنه ابدا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا لمياء حمدين. روح لك يا لمياء، تفضلي. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأ المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول حول العالم مثل نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان والهند. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر من 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بدأت عملها اعتبارا من 10 مساء الأمس مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا أولى الدول التي بدأ فيها التصويت الانتخابي. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وكان الرئيس السيسي قد وصل أمس إلى الإمارات للمشاركة في المؤتمر تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في دبي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.
من جانبها أكدت كريستالينا جورجييفا التطلع المتبادل للصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي. انتهت في السابعة صباح اليوم الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها. هذا وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على جنوب قطاع غزة، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 30 معتقلا فلسطينيا من بينهم 22 طفلا وثماني أسيرات من سجن عفر العسكري ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل. وقبيل الإفراج عن المعتقلين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء القريبة من سجن عفر العسكري وصولا إلى منطقة المدارس وسط بلدة بيتونيا. وعلى الجانب الآخر كانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق 8 محتجزين إسرائيليين خلال اليوم السابع لاتفاق الهدنة. استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله، وشهد اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أكد عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل. وأشار عباس إلى أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم أيضا ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد. جاء ذلك بعد جولة قام بها زيلنسكي إلى مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها مؤخرا واستعادة مناطق خسرتها لصالح القوات الأوكرانية قبل عام. وذكر زيلنسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج، والجاليات المصرية متواجدة دلوقتي قدام اللجان للإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع. مشاهد اصطفاف للمصريين قدام اللجان في الخارج بيعكس حالة الوعي والانتماء لوطن. متابعتنا مستمرة مع حضراتكم على الهواء لليوم الأول 1 ديسمبر للانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والمصريين بالخارج اللي هتمتد لمدة 3 أيام، السبت والأحد والجمعة والسبت والأحد من 9 صباحا حتى 9 مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة. ماراثون انتخابي بيتنافس فيه 4 مرشحين لانتخابات ومدة رئاسية جديدة تصل إلى 6 سنوات. معنا النائب الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح لحضرتك دكتور صلاح. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ امين. اهلا انطلقت ضربه البدايه النهارده اليوم الاول على مدار 3 ايام، انتخابات الرئاسه وانتخابات المصريين او تصويت المصريين بالخارج. شايف حضرتك ملامح المشهد ازاي؟ والله هو مشهد يعني طبعا مش جديد على المصريين، وسواء في الداخل والخارج، انما هقول لك يمكن انا بعتبر ان اهم ملامح على فكره الانتخابات الرئاسيه الحاليه ان بناكد على الناس ان الانتقال الى المستقبل مش انتقال سهل، انتقال بيحتاج لكل مشاركه المصريين، انتقال عبر الناخبين مش المرشحين فقط. يعني البعض على فكره احيانا بيقعد بيتكلم على فكره ان الانتخابات كده كده هتخلص ونسبة المشاركة فيها مش هتفرق كتير، لا ده كلام طبعا يعني المفترض ان احنا نلفظه جميعا، المصريين في الداخل والمصريين في الخارج،
وانا اعتقد النهارده على فكره هتبقى الرساله ونقطه البدء في هذا المسار، مسار مشاركه المصريين في صناعه المستقبل بتاع هذا الوطن، هتبدا من الخارج. ويمكن عايز اقول لحضراتكم انا الكلام دوت لمسته بنفسي في لقائي مع عدد من الجاليات المصريه في الخارج، منها مثلا الجاليه المصريه في الولايات المتحده الامريكيه، والجاليه المصريه في انجلترا، والجاليه المصريه في فنلندا، والجاليه المصريه في الصين، والجاليات المصريه في عدد من الدول العربيه. المصريين بالفعل في الخارج اللي بداوا النهارده يعني هو خلاص يتوافدوا بشكل كبير جدا امام اللجان الانتخابيه او مقر الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسيه اللي هي بتتجاوز 137 مقر انتخابي للتصويت. اعتقد ان هذه الحشود من المصريين هم الناس دي بشعره بمسؤوليتها المهمه جدا، مهمه جدا، ان تدشين الجمهوريه الجديده بيبدا يوم 1/12 الساعه 9 صباحا في كل اللجان الاقتراع اللي موجوده على مستوى 121 دوله. لذلك انا بقول لك انا باكد ان المصريين بالخارج اكثر استشعارا، رغم ان البعض بيعتقد ان دول ناس خلاص بعدوا عن الوطن وناس موجودين في الخارج ومشغولين اما بتكوين مستقبلهم في العلمي او بمستقبلهم او تامين مستقبلهم مدى عبر فرص عمل في الخارج. لا انا بقول لك قسما بالله الناس المصريين بالخارج اكثر ارتباطا عن طريق حبل سري او سري سميه زي ما انت عايز بالبلد دي. ممكن يبقى سافر مرغما عشان يبحث عن فرصة عمل وتأمين مستقبل أبنائه عن طريق فرصة عمل في الخارج، إنما يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا وقويا بالبلد دي وبمشاكلها وبألمها وبتحدياتها وبمحاولات استهدافها. فعشان كده أنا بقولك أنا براهن النهاردة إن مشاركة المصريين بالخارج هتشهد، يعني إحنا عندنا تقريبا أظن أكثر من 14 مليون ناخب مصري في مختلف الدول اللي هو في 121 دولة. أنا بقول لك لا أنا أتوقع إن نسبة المشاركة في الخارج تجاوز كل المشاركات في الانتخابات الرئاسية أو النيابية على مدار العشر سنوات الأخيرة. دكتور، يعني بعيدا عن الجزء العاطفي اللي بيربط المصريين بأرض الوطن، لكن لولا وجود حرص من الدولة المصرية على ضم كل المصريين سواء في الخارج أو في الداخل ما كانش هيبقى فيه حرص على المشاركة. كتير من الخدمات اتقدمت للمصريين في الخارج، وكتير من المشروعات اللي اتقدمت لربط أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج مع الداخل، يمكن ده اللي بيساعد أكتر كمان على حرص المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات بصفة عامة. ده شيء حقيقي على فكرة. ويمكن أجندة الدولة المصرية لم يعني تغيب على الاهتمام بمشاكل المصريين بالخارج. وهتلاحظي إن في الفترة الأخيرة ديت مثلا مشروع زي بيت الوطن لما اتعمل في الدولة المصرية، ووحدات سكنية وفرت للمصريين بالخارج عن طريق الدولة المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وكانت بمثابة جذب حقيقي واهتمام حقيقي مترجم على الأرض وبالفعل لهذه الفئة الكبيرة من المصريين بالخارج. أيضا بعض التيسيرات على استيراد سيارات المصريين بالخارج. صحيح. يعني في الدولة المصرية وهي بتخطط على فكرة مش بصة على 27 محافظة بس، مش بصة على المليون كيلو متر مربع اللي موجودين في الدولة المصرية واللي عايشين عليهم، لا، كان دائما على فكرة الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بدأت تعيد صياغة العلاقة ما بين مصر في ممثلة في حكومتها وقيادتها السياسية وما بين فئة كبيرة تجاوز 10 أو 12 مليون مصري بيقيموا وبيعملوا في الخارج وبيجوا في مصر في بعض الأجازات، إنما بدأوا يحطوهم قدام عينيهم، بدأوا يعتبروهم هدف هام جدا للدولة، يقولوا فيه إن إحنا فعلا شايفينكم وشايفين مشاكلكم وشايفين طلباتكم وبنتفاعل معاها بشكل إيجابي. عكس كلام كتير كان في الماضي ممكن تلاقي مثلا يقول لك ايه المصريين في الخارج في قلب الدوله المصريه. صحيح. انما في قلب الدوله المصريه ماذا قدمت الدوله المصريه حكومه وقياده للمصريين بالخارج؟ الحقيقه ترجمت هذه الكلمات الى افعال حقيقيه واهتمام حقيقي ووضع اجنده لكيفيه الاستجابه وتلبيه طلبات وتطلعات المصريين بالخارج والتطوير اللي تشهده الدوله المصريه. يعني عايز اقول لك انه واقول لحضراتكم ان المصري في الخارج على فكره وهو عايش مثلا في امريكا ولا في الصين ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في اي دوله عربيه
دايما عينه هو بيشوف الدوله ايه اللي بيتم فيه جديد، ايه اللي بيتم فيها جديد. هو الطريق اللي في بلده في اسيوط ولا في قنا ولا في بحيره ولا في كذا، ايه اللي بيحصل فيه؟ فدايما عين المصري في الخارج هو اللي بيحصل ده بالفعل. الجمهوريه الجديده اللي عمال يسمع عنها وهو بره، هي جمهوريه جديده بكل ما تحمله من معاني ولا مجرد كلمات رنانه بتقال في مؤتمرات سياسيه وحديث حكومي ولا غيره؟ الحقيقه ان الانتقال بتاع الدوله المصريه اللي بيتمناه المصري اللي عايش بره وشايف منوريلي وشايف طرق كويسه وشايف تعامل جيد مع المواطن، لما بيلاقي الكلام دوت موجود في بلده بيزيد تقديره وبيزيد اهتمامه وبيزيد ارتباطه بالبلد دي. وبتزيد مثلا طبعا، يعني عايز اقول لك ان كان احد اكبر التحديات قدام الدوله المصريه ماذا سيفعل المصريين في ظل تغير سعر الصرف في التحويلات الدولاريه. لا، المصريين على فكره كانوا حاضرين بقوه، المصريين بالخارج كانوا حاضرين بقوه، كانوا فاعلين في كسند ودعم للدوله المصريه في مواجهه جزء كبير جدا من ازمه سعر الصرف. طب المشهد اللي احنا بنشوفه ومنتابعه حتى عبر النوافذ الان من مقرات وبعثات الدبلوماسيه، في بنتكلم على 137 مقر في 121 دوله، 14 مليون مصري، رسائل هذا المشهد للخارج للعالم، يعني كيف يتابعنا العالم؟ لان دي نقطه مهمه جدا طبعاً. ان احنا بنقول للعالم كله انه المصريين بيصوتوا بكثافه وقادرين على اختيار من يمثلهم ايا كان من سيربح في هذه الانتخابات. رسائل الخارج شايفها ازاي يا فندم؟ بص يا استاذ محمد، المتابعه للجان الانتخابيه ال 137 مقر انتخابي على مستوى 120 او 121 دوله، انا بقول لك مش كده وبس، لا ده الخارج هيتابع الداخل الادلاء بالاصوات في الخارج اللي بدا النهارده، ثم بعد ذلك بدايه من 10 12 في الداخل. انا يمكن بقول دايما على فكره ان الرئيس القادم ايا كان، يعني بعيدا بقى ان احنا ننتمي او ندعم مرشح او اخر، احنا بنتكلم على انتخابات رئاسيه فيها اربع مرشحين متنافسين، اربع مرشحين ويتنافسوا في الانتخابات القادمه، يمكن اكثرهم حظوظا الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه يحمل اجنده مما تم، ماذا قدم؟ لا، لديه ما قدمه، بصرف النظر انما عندنا اربع مرشحين. الحقيقه ان في ظل التحديات اللي بتحيط بالدوله المصريه سواء في الداخل او في الخارج، تحديات اقتصاديه لا ينكرها احد في الداخل، وتحديات في صياغه العلاقات الدوليه والتاكيد على ان مصر ستظل بوصله الحل وقبله حل اي مشكله في منطقه الشرق الاوسط وحاضر قوي في هذه المنطقه بالتاريخ والجغرافيا. يعني خلينا بس نتكلم ان مصر ستظل هي قبله حل اي مشكله في منطقه الشرق الاوسط، وده على فكره كان ترجمته الاحداث الاخيره صحيح بعد اعلان الهدنه في احداث غزه. هقول لحضرتك ايا كان من سياتي عبر صناديق الانتخابات من المرشحين الاربعه، من المهم جدا في الخارج وفي الداخل، وده اللي بيتابعه الاعلام الغربي وده اللي بيتابعه العالم كله، كيف سيكون حضور المصريين في الانتخابات الرئاسيه؟ مش مساله ان حضر وكسب باغلبيه انتخابيه وده هي دي الديمقراطيه، انما لا، مساله كم الحضور، كثافه التصويت، نسبه المشاركه. نسبه المشاركه دي بتفوض وبتعطي الرئيس القادم ايا كان من المرشحين الاربعه انه اتى بختم الشعب، مش بختم الصندوق بس، اتى بتفويض شعبي حقيقي وقوي، اتى بحشود شعبيه جت حضرت قدام المقار الانتخابيه واختارت الرئيس القادم. والكلام ده على المصريين الخارج والداخل، اختارت يعني احنا بنتكلم على اكتر من 70 مليون ناخب او 60 مليون ناخب، بنتكلم اهميه الحضور بكثافه انتخابيه، ده لا، انت بتتكلم بمثابه تفويض شعبي بيقول ان الرئيس القادم مش قادم باغلبيه انتخابيه بس، مش باغلبيه صندوق بس، ده باغلبيه اختيار استقر عليها شعبه ومجموع الناخبين، ان احنا بنديلك تفويض لاداره هذه التحديات ومواجهه هذه التحديات اللي هتواجهها الدوله المصريه خاصه في الفتره الجايه، سواء بقى تحديات على المستوى الدولي، تحديات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تحديات على المستوى العربي، تحديات على المستوى الداخلي. التفويض الشعب أن يأتي الرئيس القادم محمولا أو محملا بتفويض شعبي بحضور كثيف في اللجان الانتخابية، أنا بقول ده أقل دور يجب أن يقدمه المصريون لمصر
التي تريد أن تستقر أو اقتصاديا وتريد أن تزيد ريادتها وتزيد قوتها وتزيد قيادتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي، ده على فكرة مش مسؤولية رئيس، ده مسؤولية شعب يجب أن يكون حاضرا خلف الرئيس عبر الانتخابات دي. المسؤولية دي أعتقد كمان بتقع على كاهل الأحزاب السياسية والتيارات السياسية المختلفة، أكيد في محفزات سياسية بتقدمها الأحزاب المختلفة لحث المصريين على المشاركة ولحثهم على أهمية صوتهم، يعني عشان يبقوا حاسين بقيمة صوتهم وعشان يبقوا حاسين إن هم اللي بيصنعوا المستقبل باختيارهم. ده صحيح يا أستاذة منى، وعايز أقول لك إن يمكن للأمانة في كثير من الأحزاب، يعني يمكن بصفة رجل سياسي تابعت هذه الجهود اللي بذلتها عدد من الاحزاب واللي اعلنت بقى، سواء حزب الشعب الجمهوري ومرشحه الاخ العزيز حازم عمر، الحزب المصري الديمقراطي ومرشحه المحترم الاستاذ فريد زهران، حزب الوفد ومرشحه الرجل القانوني وقام القانونيه الدكتور عبد السند يمامه، ثم او الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا عن المصريين وليس عن احزاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ياتي بمرشح للحزب، هو مرشح لكل مصري. لذلك عايز اقول لك ان الاربع مرشحين اللي حاضرين احنا بنتكلم عن انتخابات حقيقيه وتنافس حقيقي وتحديات حقيقيه هيواجهها اي مرشح جاي. فمن المهم جدا إن الاحزاب السياسيه والكيانات الاجتماعيه والاتحادات الشبابيه والجمعيات الاهليه وخلافه، ان احنا يبقى لينا دور لتوعيه المصريين. الاحزاب قامت بدور وعقد الكثير من المؤتمرات، انما دايما اقول لك انا بقى اقوى حزب في الدوله المصريه هو الناس. يعني انا كنت رئيس احد الاحزاب وقبليها نائب رئيس احد الاحزاب، يعني اختلطت بالحياه الحزبيه من اكتر من ربع قرن. انما هقول لك دايما الشعب المصري ده ملوش كتالوج فعلا زي ما بيقولوا. الشعب المصري دوت مش محتاج معلم. صحيح. حتى لو مش مهتم بالاحداث السياسيه، حتى لو مش مهتم بالحركه الحزبيه، انما دائما في المواقف الوطنيه الفاصله تجديه حاضرا. واحنا في 30/6/2013 مين اللي خرج الناس للثوره على نظام الاخوان؟ مين اللي خرجهم؟ الناس. الناس استشعرت، لازم ينزل، استشعرت بشكل فطري خطر. هذا الخطر الداهم اللي بيواجه الدوله المصريه. ما حدش خرج الملايين دي اللي تجاوز 40 مليون في الشوارع، ولا احزاب ولا غير احزاب. كنا الاحزاب السياسيه وانا كنت رئيس احد هذه الاحزاب في هذا التوقيت فاعله، انما بنسبه. انما الفاعل الحقيقي والحاضر الحقيقي اللي مش محتاج موجه سياسي او معلم للوطنيه هو الشعب المصري، هو المواطن المصري البسيط اللي هتلاقيه الصبح واحنا قاعدين دلوقتي واقف على عربيه فول. صحيح. ولا بيشغل على العربيه ميكروباص، ولا بيكون كمان عنده وعي سياسي لافت جدا. يعني فكره انه الطبقات دي ما عندهاش وعي سياسي، لا بالعكس، هو عنده وعي سياسي وعارف مستقبل البلد ازاي بشكل كبير. حضرتك كنت رئيسا لاحد الاحزاب، وبعض المراقبين والمحللين بيشوفوا انه الانتخابات الرئاسيه الان فرصه ذهبيه لكل الاحزاب السياسيه ان تنشط نفسها وان تعيد طرح نفسها في الشارع السياسي المصري. فرصة مهمة انها تقدم برامج مختلفة، خاصة ان احنا بعد الانتخابات الرئاسية في استحقاق خاص بالمجالس المحلية، في استحقاق مهم طبعا الانتخابات النيابية والبرلمانية. صحيح. 2025، فمحتاجين حالة حراك سياسي ونشاط سياسي لهذه الاحزاب ببرامجها. الى اي مدى يمكن استثمار هذه الفرصة لمزيد من الحضور في الشارع السياسي المصري؟ بص يا استاذ محمد، باختصار اي انتخابات سواء انتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه بغرفتين، مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، احنا بنعتبرها كسياسيين هي سوق لترويج وعرض افكار الاحزاب السياسيه، فرصه. واقول لك يمكن على فكره المصريين دايما معذورين برضه. يعني في ناس تقول لك ايه مصر مش مهتم بالمشاركه الحزبيه والمشاركه السياسيه، ده غير حقيقي. ليه؟ اي مصري لو منتج اللي قدامه منتج ذو جوده اكيد هيروح له. فانت بتتكلم مثلا احنا عندنا على فكره ما يزيد عن 104 حزب، 104 حزب في الحياه المصريه، واحنا هو ناس مهتمين، حضراتكم من النخبه الاعلاميه وانا راجل من النخبه السياسيه، تعالوا نعدد 20 حزب من الاحزاب الموجوده. صعب. فما بالك بقى بالمصريين اللي قاعدين في البيوت. المصريين اللي قاعدين في البيوت على فكره مش الاحزاب مش هيقدموا خدماتهم وافكارهم للناس بالديليفري باليفط،
بالعمل الحقيقي، بالعمل الحقيقي والتواجد الحقيقي في الشارع وفي الحارة وفي الزقاق وفي النجع وفي القرية وفي كل حتة. الحزب الحقيقي عشان يبقى موجود مش هيبقى موجود على فكرة عبر وسائل الانترنت بس، بالناس. لا، لازم يبقى في وسائل اتصال مباشر، لازم يبقى في تواجد حقيقي. والأمانة في عدد من الأحزاب على فكرة، مش عايز أعدد أسماء ومش عايز أقول أسماء عشان ما بانش إن أنا منحاز لحزب على الآخر، إنما في عدد من الأحزاب اللي بتشتغل بالمفهوم ده، بالكونسبت ده، متواجدة. لما تيجي تبص تلاقي عدد أعضائها، عدد أعضائها دلوقتي يقارب يعني يتجاوز 1 مليون أو 2 مليون أو 3 مليون في مقرات على مستوى، أنت بتتكلم مش مهم يبقى ليك مقر واحد في 27 محافظة، يعني مقر في محافظة، طب ماذا عن المراكز والمدن والقرى وكذا وكذا. فأنا في تقدير الشخصي أن الحالة الحقيقية للتواجد أن الناس مش هي تدور على الحزب، الحزب هو اللي يدور على الناس. فكرة الاستسهال دكتور اللي لقيناها فترة طويلة، انه ظهرت كده نغمة ان السوشيال ميديا هي المحرك الوحيد وهي المحرك الرئيسي، فالكثير من الاحزاب ابتدت تستسهل انها يبقى عندها بيج وان الناس تعمل لايك على البيج وعلى البوستات وخلاص، لكن تواجد حقيقي موجود في الشارع. واحنا مش بنتكلم على خدمات او طريقة خدمية، احنا بنتكلم على الدور اللي المفروض يقوم به الحزب. احنا مش عايزين النائب اللي بيخلص عداد كهرباء والحاجات دي، خلاص دي مرحلة وعدت في حياتنا. أعتقد أن النائب الحزبي شغلته حاجة تانية خالص ومختلفة تماما. ده اللي حاصل في الأحزاب اللي لها فعلا جماهيرية، أنهم فعلا متواجدين وأنهم فعلا قادرين يقوموا بدورهم مع الناس. بصي يعني أنا هقول لك، يعني هي مسألة التفاوت من حزب إلى آخر، إنما بشكل عام، بشكل عام أنا لو بتسأليني رأيك كيف الحياة الحزبية، هي في أحزاب بتجتهد، انما في احزاب على فكره تجلس في مدرجات تشاهد المشهد السياسي، تحلل، تنظر، تعمل، انما في الاخر على فكره تاني الحزب السياسي مع هذا الانتقال الاحدث لفكره النائب في الشارع اللي هو نائب الحزب، يعني لو ليه مثلا حزب ليه عدد من اعضاء مجلس النواب، النائب الخدمي دوت دي ده تراث تاريخي لن تستطيع ان تتخلى عنه. ثقافه موجود عند الناس بالظبط، ثقافه عند الناس. هو عايز نائب على فكره موجود معاه على القهوه وفي الشارع وفي الجمعيه وفي المستشفى وكذا، دي حقيقه وده حق الناس على النائب، يعني عشان بس ما ناخدش ما نروحش مساله التنظير ان النائب دوره تشريع، النائب بالاساس دوره التشريع ووضع قوانين ومراجع والرقابه على اداء الحكومه وكل حاجه، انما لما تيجي تتكلمي في الثقافه وموروث تاريخي لدى الناخب المصري، ان هو عايز النائب بتاعه يشوفه على الارض، ما يشوفوش على الشاشه، يشوفه في الحاره، ما يشوفوش على السوشيال ميديا على الفيسبوك ولا على تويتر. في ناس على فكره الادوات التواصل الاجتماعي سواء السوشيال الفيسبوك او تويتر او غيرها مهمه جدا، انما الاهم ان الناس تشوف جسد النائب من صوره النائب، جسد الحزب من صوره الحزب. انت ممكن على فكره تحطي 100 يافطه، انما تقدرش تزرعي فكره واحده وتمد كوبر واحد ما بينك وما بين الناس. طبعا. فالحقيقه ان زي ما احنا بنقول احنا عايزين المواطن يغير طريقه تفكيره، محتاجين السياسي والحزبي والنائب واللي يتطلع ان هو يبقى عضو مجلس محلي مش عضو مجلس نواب، ان لازم يبقى عارف على فكره ان الطريق الحقيقي لي او الرحم الحقيقي لميلاد اي سياسي وولاده اي سياسي هو الشارع. صحيح. طبعا. يعني دي رسالة واضحة جدا. لو رجعنا مع حضرتك إلى مشهد الانتخابات النهاردة وتصويت المصريين بالخارج، عندنا أجيال جديدة، الجيل الثاني والثالث حتى من المهاجرين في دول مختلفة، البعض بيرى أنه شيئا فشيئا كده بيفقد الصلة ما بينه وبين الوطن الأم، بين مصر. والحقيقة الدولة بتعمل جهود كتيرة جدا لربط أبنائنا بالخارج بالدولة المصرية. في هذا الاتجاه ايه المفترض يحدث اكتر الفترة المقبلة لربط هذه الاجيال الجديدة وفكرة الانتماء، انه مهم جدا انه يكون منتمي للوطن في البداية وانه يكون ليه صوت مؤثر وصانع فرق في الحياة السياسية المصرية. مطلوب مزيد من النشاط والتواجد الحي من البعثات الدبلوماسية وممثلينا بسفاراتنا بالخارج، ما بالتواصل مع المصريين، ما استناش لما مصري في الخارج في اي دوله سواء اجنبيه اوروبيه او عربيه ان الناس تجي لك عشان بيعمل اجراء او بيحتاج ورقه من السفاره.
انت من المهم جدا ان بعثاتنا الدبلوماسيه، ودي الحقيقه على فكره بتحدث بشكل مكثف في الفتره الاخيره، ان مش يبقى مقر البعثه الدبلوماسيه السفاره او القنصليه ان هي تبقى قاعده قبله لتلقي المشكلات بس. لا، ده قبله مش ده تبقى اداه للتواصل المستمر مع المصريين واطلاعهم على ما يتم في الدوله المصريه والتواصل معهم لحل مشاكلهم. ما تخليش على فكره ال- 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 السفاره عامله زي مجمع التحرير اللي تم نقله وتم اغلاقه، الناس تروح وتقف طوابير وتعمل كذا. السفاره لازم تبقى ديناميكيه وتخش في حياه المصريين، وتخش في جوه الجاليات المصريه ومش الجاليات المنظمه وبس. في مصريين على فكره ما بينضموش للجاليات وما بينضموش للكيانات المصريه بالخارج، انما من مهم جدا ان السفارات المصريه وبعثات الدبلوماسيه تبقى حاضره متواجده فاعله متحركه ما بين جموع المصريين في الدول دي. لما المصري في الخارج يبص يلاقي سفارته اللي هي المرايه للحكومه اللي بتدير هذا الوطن والقياده السياسيه اللي موجوده على راس هذا الوطن، السفاره لما تبقى عندها حركه وتواصل مستمر، ده الترجمه الحقيقيه اللي عايزها الناس، اللي عايزين الناس في الخارج، عايز يحس ان في لغه جديده، في تعاطي جديد مع مشاكل المصريين في الخارج، في اهتمام حقيقي بمشاكل المصريين في الخارج، وده الاداه الوحيده اللي تقدر توصل هذه الرساله هي سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسيه في الخارج. في بعض الأحيان بيكون الدولة اللي موجود فيها المصريين مترامية الأطراف، يعني مثلا زي الولايات المتحدة 50 ولاية، من الصعب تواجد يعني مقر للسفارة في 50 ولاية. دور السفارة المصرية في التعامل مع أبناء الجاليات المختلفة ووجود دايما وصل للود زي ما بنقول باللغة الدارجة، ده أعتقد بيساعد أكتر على ربط المصريين أولاد الجيل الثاني والثالث بأراضي المصرية. صحيح، بس عايز اقول لك يا سمينة، يعني بما انك ذكرت الولايات المتحده الامريكيه كمثال، احنا عندنا ايه كمثال انا هقول لك، انا مثلا انا التقيت بمجموعه من اخواتنا المصريين في الخارج، اقسم بالله عايز اقول لك مهتمين بتفاصيل المشاكل المصريه اكتر من المصريين الموجودين في نجع حمادي في هنا واكتر من المصريين الموجودين في دمنهور في البحيره، مهتمين اهتمام حقيقي بكل ما يهم الدوله المصريه وما يخص الدوله المصريه. هقول لك مثلا، يعني حتى مش الجاليه بس، الجاليه في مثلا النادي الثقافي المصري الامريكي ده موجود في واشنطن ونيو جيرسي، لما قعدت مع الناس دي على فكره انت بتتكلم مع ناس على فكره مش مغتربه ولا ناس بعيده عن الوطن، انت قاعد مع ناس على فكره مصريين حقيقيين بيناقشوك في المشاكل، بيناقشوك في اخبار السكه الحديد، في اخبار مش عارف الطرق والكباري، ايه اخبار المدارس والتعليم، ايه اخبار المستشفيات، واحيانا على فكره ان اشوف في تفاصيل انا انت كمصري لا تتخيل ان هم واصلين لهذا العمق في هذه التفاصيل. دكتور صلاح حصبالله بنشكرك شكرا جزيلا، صباح الخير على حضرتك. اشكرك يا استاذ محمد، اشكرك يا استاذ منى، انا بشكركم على تواجدي معاكم وبشكر يعني كل المصريين في الخارج اللي حضروا بكثافه النهارده، وبقول للمصريين بالداخل استعدوا ونجهز عشان عندنا بعد اسبوع مهمه لا تقل اهميه عن ما يحدث اليوم. اكيد، كل الشكر ليك. شكرا ليك دكتور صلاح حسب الله، شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ومتابعه طبعا مستمره لليوم الاول لتصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسيه 2024. لسه متابعتنا مستمرة مع حضراتكم، والحديث عن انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج اليوم الأول النهاردة. الجاليات المصرية متواجدة حاليا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ماراثون انتخابي رئاسي يعبر عن المصريين وإرادة المصريين اللي بيرسموا طريق للجمهورية الجديدة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. دكتورة صباح الخير عليكي، منورة. صباح الخير يا استاذة منى. صباح الخير، أهلا وسهلا بك دكتورة. النهاردة أول يوم لتصويت المصريين في الخارج، حضرتك إزاي تبتدي تقيمي المشهد اللي احنا شايفينه، خصوصا أن احنا عارفين أن بعض البلدان ابتدت من امبارح بالليل بتوقيت القاهرة؟ بالفعل هذا اليوم طبعا احنا بدأنا امبارح نيوزيلندا وبعد كده الصين وسنغافورة وغيرها، ولكن بالفعل اليوم النهاردة هو عبارة عن بداية إعلان استكمال مشوار العمليات التنموية.
لا أبالغ أن هذه أو هذا اليوم هو عبارة عن عرس بالنسبة لمصر كلها، وخاصة أن احنا بنبتدي من الخارج، فهذه رسالة قوية للخارج عن مدى التفاف الشعب المصري خارجيا وداخليا حول النظام السياسي المصري، حول هدف موحد وهو الاستقرار والأمن والتنمية من أجل دعم الدولة المصرية في ظل التحديات اللي بتشهدها. فالنهاردة بيعلنوا المصريين في الخارج بداية استكمال المنظومة التنموية بإذن الله. دكتورة وئام، أهمية المشاركة السياسية للمصريين بالخارج، فعل المشاركة والنزول والتصويت دلالته السياسية؟ زي ما احنا قلنا، الدلالة السياسية هي رسالة إلى العالم كله إن هناك، إن المشاركة السياسية دي هي عبارة عن إعلان للشفافية والشرعية السياسية المصرية، بل والأكثر الدعم للقيادة السياسية أيا كانت القيادة، ولكن هناك دعم من الإرادة الشعبية المصرية. زي ما احنا بنقول في القوى الدولة الشاملة في جزء رئيسي منها وهو الإرادة الشعبية. المصريين في الخارج النهاردة بيحققوا لنا هذه القيمة، قيمة الإرادة الشعبية ومن الخارج. أبنائنا في الخارج يعني بنعول عليهم في التصويت والنزول إلى يعني صناديق الانتخاب، وليس للكتلة التصويتية فقط، لأن أبنائنا في الخارج هم علمائنا، هم خبرائنا، بل هم أكثر من ذلك، هم الدبلوماسية الشعبية لمصر الآن، هم سفرائنا في الخارج. بالضبط بالضبط. فنزولهم النهاردة يعني للانتخابات هو رسالة قوية للعالم على مدى الترابط الشعب المصري داخليا وخارجيا. طيب خلينا نفكر مع بعض كده دكتورة، ونقسم المصريين في الخارج. البعض يكون مهاجر يعني قاعد هناك ومستقر وهو وأسرته وأبنائه، أو لسه بينشئ أسرة، والبعض بيكون في مكان للعمل وهيعود، والبعض قد يكون مثلا مسافر لأي سبب، للسياحة أو للعلاج أو كل ده مدعو للانتخابات أو للإدلاء بصوته في الانتخابات. اللي مسافر وراجع ده عنده وجهة نظر في ان هو يدلي بصوته، لكن اللي مقيم بره ليه بيدلي بصوته؟ ايه المحفزات اللي اتقدمت له سياسيا علشان يبقى حريص على المشاركة بصوته؟ اول محفز عندنا في المصريين، وخلينا نعترف، هو المحفز العاطفي. المصريين عندهم عاطفة وانتماء للوطن بالفطرة، يعني هناك كثير من المحفزات، ولكن المحفز الرئيسي هنا العاطفة. الكل عنده يعني انتماء ومواطنة فوق ما نتخيل حتى لو بعدوا بالسنوات. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني الجميل في الأمر ان احنا يعني النهارده واحنا بنتكلم عن الانتخابات في الخارج، اللي احنا بنشوف مدى الاستراتيجيه المصريه في رعايه المصريين في الخارج اختلفت تماما. يعني خلال يعني منذ 2014 كان هناك غصة عند المصريين في الخارج لما نتكلم عنهم، ان احنا كنا بنتكلم عنهم من خلال الفايده الاقتصاديه للتحويلات لمصر، وهم لا يتاخروا عن هذا. ولكن اختلفت استراتيجية مصر منذ 2014 من ناحية ايه؟ من ناحية ان احنا بدأنا بالفعل نعمل تواصل مع الـ يعني كل المصريين في الخارج، سواء مقيمين سواء مهاجرين، من خلال ما يعني عدة خطوات. اولى هذه الخطوات كانت في مادة من مواد الدستور، وهي مادة 88 بتنص على ضرورة رعاية المصريين في الخارج، وده طبعا بيحفزهم أكتر إن احنا مهتمين بيهم من خلال الشأن القانوني. أيضا المبادرات، وهنا أنا بحيي وزارة الهجرة لما تبذله من هذا الجهد، لسبب إن هي قدرت من خلال مبادرات زي مبادرة اتكلم بالعربي، زي مؤسسة مصر تستطيع، وهذه المؤسسة أكثر من رائعة لأنها بتضم علماء مصر في الخارج، وغيرها من المبادرات اللي استطاعت وزارة الهجرة وأيضا بالتعاون مع وزارة الخارجية من لم الشمل المصري مرة أخرى تحت مواطنة، تحت انتماء، تحت إن احنا نسيج واحد، ما بنهتمش بيهم اقتصاديا فقط، ولكن بنهتم بيهم كشركاء
في العمليات التنموية. وعشان كده شفنا في الفترة اللي فاتت منذ بداية الإعلان عن يعني استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، شفنا استثمارات كتيرة من المصريين في الخارج، شفنا في حياة كريمة. حياة كريمة كانت بالنسبة لنا منصة لإعادة المصريين مرة أبناء في الخارج إلى المساهمة في هذا المشروع القومي. بأي حال من الأحوال هناك كثير من المحفزات إلى جانب الجانب العاطفي للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم. جانب الانتماء حتى الجانب العاطفي ده جانب مهم جدا، لأنه حتى كنا بنتكلم مع دكتور صلاح من شوية أنه أي حد موجود في أمريكا أو غيره مهموم باللي بيحصل في الشارع، أبسط حاجة بتحصل في الشارع المصري، ففكرة أنه مش عشان هو عايش بعيد أو بقاله فترة طويلة ما نزلش إلى أرض الوطن أنه ينفصل عن قضايا، بالعكس بيشتبك مع قضايا بشكل دائم. طيب الانتخابات بتنعقد في مرحلة دقيقة جدا، كلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا في المنطقة، الحرب على قطاع غزة، أحداث يعني ملتهبة جدا على مختلف الجبهات الغربية أو الجنوبية أو الشرقية للدولة المصرية. انعكاس ده على هذه الانتخابات، هل بدي أهمية أكتر للمشاركة في هذه الانتخابات؟ بالفعل جميع الأحداث اللي بتمر بها مصر الآن، المصريين كلهم على قلب رجل واحد سواء في الخارج أو في الداخل. أما في الخارج فهو بالأكثر زي ما حضرتك قلت بيتابعوا أخبار مصر بشغف، لأنهم مش موجودين هنا فبيبقوا عايزين يطمنوا على يعني مش الأهل فقط اللي موجودين في مصر، لا ده عايزين يطمنوا على تراب مصر، إيه الأخبار. دي حاجة. الحاجة الثانية، دائما وأبدا الأمن القومي المصري عند أي مصري وخاصة المصريين في الخارج هو عبارة عن خط أحمر، كلما زادت التهديد بالنسبة له أو التحديات كلما اجتمع أبناؤنا في الخارج على دعم هذا الأمر. وزي ما احنا قلنا من شوية عنصر حاكم في السلوك التصويتي أو أكيد سلوك المشاركة السياسية، بيحصل خطر يهدد البلاد فده يدفعني للمشاركة. بالضبط، لأن زي ما احنا قلنا الأمور التحفيزية اللي عملتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة أدت إلى توطين المواطنة مرة أخرى عند المصريين في الخارج وأبنائنا في الخارج. دي حاجة. الحاجة الثانية زي ما احنا لسه بنقول هم سفراءنا في الخارج، يعني أكثر مثال جايز الكتلة التصويتية عندنا في مصر أهم عشان هيبقى العدد أكبر، لكن الكتلة التصويتية في الخارج هي عبارة عن رسالة إلى دول العالم كله. تمام، مصر في رباط، المصريين وراء القيادة السياسية مهما كان مكانهم، ما زالت مصر بتراعي أبنائها وصولا لأبعد البلدان، وبالتالي أبنائها بيقوموا بهذه الواجبات ومنح ما أخذوه من حقوق. طيب الانتخابات الرئاسيه بتيجي في مرحله دقيقه زي ما احنا شايفين، واحنا شايفين الاحداث اللي موجوده في العالم كله. كلمينا عن اهميه المشاركه السياسيه دلوقتي اللي بتساعد في تدعيم الدور المصري في رسم ما سيحدث في مستقبل المنطقه كلها. اولا انا اثني كثيرا على ان يعني اللجنه الوطنيه للانتخابات وجميع المرشحين لم يستخدموا قضية غزة ونسميها القضية الإنسانية دلوقتي وتسييسها في الحملات الانتخابية. أنا أحيي هذا الأمر بشدة، ولكن استشعار المصريين واستشعار تنعقد في نتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد كوب 28 بإكسبو دبي، حيث يشارك السيد الرئيس في فعاليات الشق الرئاسي لقمة المناخ 28 والتي تستضيفها دبي على مدار الأيام المقبلة. نرجع لحضرتك تاني. طبعا هذه القمة لها أثر كبيرة، وتواجد سيادة الرئيس في الإمارات هيحمس أبناؤنا في الإمارات إلى النزول إلى
الى الانتخابات. بنرى زي ما كان احد الضيوف يعني من فتره بيتكلم على مدى التفاف أبناؤنا في الخارج لاستقبال رئيس الجمهورية لما بيتواجد في أي بلدة من البلدان، في عز الحر في عز البرد الكل بيصطف حاملين الصور والأعلام المصرية. دائما وأبدا أبناؤنا في الخارج هم أكثر يعني شوقا إلى كل ما هو يعبر عن تراب الأرض المصرية. أكيد. دكتورة، كنا بنكمل كلامنا عن أهمية الإدلاء بالصوت في رسم ملامح الجمهورية الجديدة، وده إزاي بيساهم في حلول كبيرة جدا إحنا شايفينها، ويعني إن إحنا نقدر نساهم في اللي بيحصل في المنطقة. أستاذة منى، حضرتك قلتي حاجة حلوة قوي، الجمهورية الجديدة من أكثر الأشياء يعني إيجابية في الفترة السابقة هو إعلان الجمهورية الجديدة. ليه بقول الكلام ده؟ لأن ما علاقته بالانتخابات وما علاقته بأبنائنا في الخارج؟ لأن لسبب بسيط، الجمهورية الجديدة في التاريخ العالمي كان بيعبر عن تغيير النظام، تغيير النظام السياسي، تغيير الحكام، ولكن الجمهورية الجديدة في الدولة المصرية بتعبر على بناء الشخصية المصرية، وبالتالي بناء الشخصية المصرية دي بيستلزم دعم المواطنة، دعم الانتماء، دعم مرة أخرى يعني احتواء، وبالفعل احنا عندنا نمو احتوائي لأبنائنا في الخارج. كل هذه الأمور بتؤدي إلى دعم رجوع المصريين في الخارج، إلى دعم الاستثمار المصري في الداخل. في كل استحقاق سياسي وانتخابي ودستوري المرأة دايما بطل في المشهد، المرأة هي اللي بتحرك بشكل كبير، سواء كزوجة كابنة كأخت، دايما ليها دور في العملية الانتخابية أو في المشاركة السياسية. شايفة دور المرأة يا فندم في المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق؟ زي ما حضرتك قلت، المرأة المصرية منذ 2014 وما قبلها يعني في أيام الثورات كانت داعمة للتراب المصري وداعمة لأبنائنا. من أجل ذلك كان عام 2017 هو عام المرأة، من أجل ذلك بيتم رعايتها من القيادة السياسية رعاية كاملة، وصولا إلى ما أطلق على هذا العصر هو عصر ذهبي للمرأة. بالفعل الأم، الأخت، كل ما تحيطه المرأة من مسؤوليات بتدفع جميع من حولها إلى النزول على المشاركة السياسية. لماذا؟ لأن الأم أكتر واحدة عايزة استقرار، عايزة أمان، عايزة أمن لأسرتها، وده مش هيتحقق إلا في وجود هذا الأمر على مستوى الدولة أو مستوى المجتمع. شفنا في عصرنا الذهبي كيف استطاعت المرأة المصرية أن هي تحظى بأشياء كثيرة، كان من أهمها التمثيل على مستوى الشق القضائي، حتى عندنا مستشارة الأمن القومي امرأة، كل هذا وأكثر. ولكن أهم ما يميز المرأة المصرية بإنجازاتها ووقوفها في الانتخابات إن مصر يعني منحت المرأة المصرية أمن الهوية. أخذت إنجازات. خلينا نعيد استخدام المصطلح تاني دكتورة، أمن الهوية. بالظبط. ليه؟ لأن احنا بنتكلم على أن العالم كله بيحس على تفعيل دور المرأة، ولو هناك دولة من الدول أثرت في حق من حقوق المرأة بتجري منظمات حقوق الإنسان أنتم ما عندكوش مراعاة للمرأة. مصر عملت إنجاز مع المرأة المصرية، ليست في الإنجازات نفسها ولكن في الهوية المصرية للإنجازات المصرية للمرأة. بسبب إيه؟ بسبب أن هي بعدت عن العادات والتقاليد المنافية للمجتمع المصري في حقوق المرأة. يعني لا يخفى سر على الجميع ان احنا بيضغط علينا وبيضغط على القيادة المصرية توقيع كثير من الاتفاقيات المنافية للعادات والتقاليد، ولكن مصر بتقف بحزم شديد من اجل مراعاة حقوق المرأة واكسابها شرعية بما يتناسب مع الايكولوجية المصرية. فعشان كده احنا بنقول للراجل ما تخافش، احنا وفقا للعادات والتقاليد بناخد حقوقنا. اكيد. طيب دكتوره، مش بس العصر الذهبي للمراه، يمكن نقول العصر الذهبي للشباب كمان. طبعا.
شايفين ازاي مشاركه الشباب في الادلاء باصواتهم في الاستحقاق؟ ايضا من انجازات الدوله المصريه ان هي حست الشباب على المشاركه من خلال يعني كلمتين: التنميه بالمشاركه. جعلت الشباب مشارك في العملية التنموية، جعلت الشاب من خلال الأعمال التطوعية مكنته سياسيا واقتصاديا، مكنته تدريبيا. عندنا برنامج رئاسي للقيادات الشابة، كل هذه الأمور. عندنا تنسيقية شباب الأحزاب، عندنا اتحاد الجمهورية للشباب. كل هذا وأكثر، الشاب استشعر بقيمته في المجتمع، فبالتالي الآن الشباب المصري على أبواب رفح في الأعمال التطوعية. كل هذا وأكثر بالنسبة للتوعية، توعية الشباب بالمثل في الجامعات، كل هذا الأمر يقوم به من الشباب. ما كانش الشباب هيتجمع هذا التجميع لولا أن هو استشعر مدى قيمته في المجتمع، مدى تمكينه في المجتمع، مدى أن تطوعه ده بيرى من القيادة السياسية ويقدر. فبالتالي احنا اقوياء بشبابنا. اخيرا يعني سؤال اخير، المشهد اللي احنا بنشوفه وبنتابعه وتصويت المصريين بمقر البعثات الدبلوماسيه في دول العالم بيدينا رساله ايه بقى احنا؟ لان عندنا مسؤوليه بقى سياسيه مهمه جدا الداخل. خلال ايام قليله من يوم 10 ديسمبر هتبدا انتخابات الداخل. مشهد اللي بره ده بيشاور على اللي جوه ازاي؟ دكتور محمد، انا عايزه اطمنك واطمن الشعب المصري كله إن رجل الشارع المصري وبالتعاون مع أبنائنا في الخارج على قلب رجل واحد. لا يوجد حتى لو كان هناك اعتراضات أو نقد أو يعني كلام بصورة سلبية عن أي حاجة في الانتخابات، صدقني حتى اللي بيتكلم بطريقة سلبية عنده استعداد اللي هو ينزل من أجل الاستقرار والأمن. إحنا عندنا حمية عاطفية تجاه الدولة وانتماء بالفطرة زي ما أنا قلت وبدأت كلامي. طبعا مشهد المصريين في الخارج ونزولهم بكثافة، الأمر سوف يعود بالحماس الشديد على كل الأطياف المصرية، وفي نفس الوقت بيؤدي بينا إلى استكمال مشوارهم في اللي احنا بدأناه النهاردة في استكمال المنظومة التنموية. فالأمن والتنمية دائما هو شعار الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة. حضرتك شرفتينا ونورتينا. مرسي. دكتور وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بشكرك على القراءة الوافية للمشهد الانتخابي. شكرا لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير. مرسي. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لك يا منى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأ المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول حول العالم مثل نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان والهند والإمارات وسلطنة عمان. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر من 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بدأت عملها اعتبارا من 10 من مساء الأمس مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا، أولى الدول التي بدأ فيها التصويت الانتخابي. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة إكسبو دبي اليوم للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمقر إقامته في دبي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستلينا جورجييفا. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين،
مؤكدا حرص مصر على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والأفاق الواسعة التي تتيحها. من جانبها أكدت كريستالينا جورجييفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية والناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي. انتهت في السابعة صباح اليوم الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها. هذا وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على جنوب قطاع غزة، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 30 معتقلا فلسطينيا من بينهم 22 طفلا وثمانية أسيرات من سجن عوفر العسكري ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل. وقبيل الإفراج عن المعتقلين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري وصولا إلى منطقة المدارس وسط بلدة بيتونيا. وعلى الجانب الآخر كانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق 8 محتجزين إسرائيليين خلال اليوم السابع لاتفاق الهدنة. استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في رام الله، وشهد اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أكد عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل. وأشار عباس إلى أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم أيضا ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية والتي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد. جاء ذلك بعد جولة قام بها زيلنسكي إلى مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها مؤخرا واستعادة مناطق خسرتها لصالح القوات الأوكرانية قبل عام. وذكر زيلنسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. عشر مليون مصري مدعوون للانتخاب في 137 مقر في 121 دولة من الساعات الأولى من نهار هذا اليوم 1 من ديسمبر،
بداية للانتخابات للمصريين بالخارج. احنا بنتابع مع حضراتكم متابعة مستمرة لحظة بلحظة نزول المصريين بمختلف دول العالم للإدلاء بصوتهم. النهاردة المصريين قرروا ان هم يمارسوا حقهم الدستوري والانتخابي في اختيار رئيس الجمهورية. خلينا نقرب أكتر من المشهد الانتخابي مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ منى. صباح الخير أستاذ محمد. بداية لما نقول قراءتك للمشهد الانتخابي اللي موجود دلوقتي، بدء التصويت منذ الأمس في بعض الدول، وقدامنا بقى لمدة يومين التصويت للمصريين في الخارج، شايف المشهد على مر التاريخ يختلف الزمان يختلف المكان، ويظل الشعب المصري هو بطل الحكاية. الشعب المصري مش النهاردة بس، ولكن الشعب المصري على مدار التاريخ ينتصر لوطنه ويدرك المخاطر والتحديات المحيطة بهذا الوطن. ما اختبرناش الشعب المصري في أي لحظة من اللحظات على مدار تاريخنا بكل ما فيه من أحداث إلا وكان هذا الشعب بالفعل لديه قدر من الوعي لكي يتصدى لكل ما يحاك ضد هذا الوطن من مخططات. لما بنتكلم على هذا اليوم، احنا بنتكلم على بداية أول أيام الاستحقاق الثامن بعد ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة. بنتكلم على شعب يتمسك بثوابت هذا الوطن ويتمسك بالمبادئ اللي هو قام بها أو أسس عليها مواقفه تجاه ما مر بالوطن من عواصف في الفترة من 2011 ل 2013. على مدار هذه الاستحقاقات المختلفة، سواء الاستحقاقات الرئاسية أو الاستحقاقات البرلمانية أو الدستور والتعديلات على الدستور، هذا الشعب أثبت أنه يستحضر الوطن ويضع الوطن أمام عينيه. لما بنتكلم على المشاركة السياسية لازم نتفهم أن دي آلية من الآليات التي يعبر بها هذا الشعب عن رغبته في تحديد مستقبله. صحيح. وشكل النظام الذي يرغب أن يعيش فيه. واضح اختيارات الشعب طول السنوات السابقة أنها تنصر الوطن. لما بنتكلم على هذا اليوم والبدايات مبشرة جدا على مدار، طبعا احنا بنتكلم على مواقع جغرافية مختلفة وعلى زمن مختلف، ولكن الحضور واضح منذ اللحظات الأولى. طيب، هو الشعب المصري بيعمل ايه؟ الشعب المصري يمارس حقه الذي كفله له الدستور، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو بيدعم الأمن والاستقرار. طب هو دعم الأمن والاستقرار مهم جدا للدولة المصرية في هذه اللحظة. ليه؟ لأن احنا لو بنتكلم على أي استراتيجية تنموية، دي رقم ثلاثة، بنتكلم على أي رغبة في جذب استثمارات، بنتكلم على رغبة في جلب تمويلات إلى الدولة المصرية، لازم نتفهم أنه محدش هيجي يستثمر، محدش هيجي يحط فلوس علشان يعمل مشروعات غير لما يكون واثق أن هذا الوطن يتمتع بالاستقرار الكامل والأمن الكامل لاستثماراته. طيب، هذا المشهد يدعم هذه الصورة، هذا المشهد يدعم هذه الصورة. ليه؟ لأن كل مواطن بينزل هو حريص على أن يظهر أنه جزء من كل، يمارس حقه الذي كفله له الدستور. الصورة كاملة بتقول للخارج والداخل إن أنا بصيغ مستقبلي بإيدي. النظام السياسي الذي سينتج عن هذا الاستحقاق ستكفل له هذه المشاركة الواسعة الشرعية اللازمة للتواجد في الساحة الدولية. الكلام ده بجد؟ الكلام ده بجد. احنا دولة حواليها تهديدات إقليمية وتهديدات دولية، لكن هذه المشاركة بتؤكد للجميع أن هذا الشعب ملتف حول دولته أيا كان اختياره شكله عامل ازاي، ولكن هذا الشعب يتمسك بصناعة مستقبله، ومن ثم اكساب النظام القادم الشرعية الكافية
من أجل التواجد في الساحة الإقليمية والدولية بالفعالية المطلوبة لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للدولة المصرية. ده اللي بيؤكد أهمية المشاركة السياسية، وإحنا بنتكلم مع حضرتك شايفين على الهواء دلوقتي في نوافذ مختلفة مدى الإقبال على مقر البعثات الدبلوماسية في عواصم مختلفة للاستمرار بالإدلاء بالأصوات. إحنا شايفين هذه المشاهد من العاصمة العراقية بغداد، مشاهد أخرى طبعا من دول عربية ودول أخرى. التصويت بدأ، أول دولة كانت نيوزيلندا أمس بتوقيت القاهرة 10 مساء، ثم تباعا اليابان والصين وكوريا الشمالية والجنوبية، مرورا إلى المنطقة. عايز أسأل حضرتك فكرة تعامل الدولة المصرية مع المصريين بالخارج، أبنائنا الموجودين في الخارج، لأنه في فترات سابقة وعهود سابقة كان للأسف جسور الصلة كانت مفتقدة، كان ينظر دائما للمصريين بالخارج أنه مصدر مهم جدا لتحويلات، زي ما بيقولوا كده، تحويلات الأموال من المصريين الخارج. دلوقتي النظرة اختلفت، رؤية الدولة المصرية اختلفت في مشاريع كثيرة جدا، في اهتمام في أجندة الدولة المصرية بأبنائنا اللي بيقدر عددهم بحوالي 14 مليون مصري بالخارج. بالطبع اللي حضرتك بتقوله في منتهى الدقة، بس خليني أقوله بطريقة تانية. الدولة المصرية دولة مؤسسات، والدولة المصرية لم ينقطع اهتمامها بالداخل ولا بالخارج، ولكن الدولة المصرية لم تدرك القيمة الحقيقية لهذا المشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة، ومن ثم كان التعاطي مع المصريين بالخارج في أقل درجات آليات التنسيق المطلوبة، ولم يكن هناك الاهتمام الكافي بتفعيل دور المصريين في الخارج لإبراز صورة الدولة المصرية. خلي بال حضرتك، المشاركة بتاعت المصريين في الخارج الواسعة اللي هي ابتدت واللي أنا متوقعها في أوروبا لما تبتدي اللجان تفتح هناك بالاتصال بالعديد من الأصدقاء المقيمين في عديد من الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، أنت بتقول للعالم أنا موجود في الخارج ولكني أدرك هموم الوطن. طب ده جا منين؟ جا من اهتمام الدولة المصرية بخلق الآليات اللازمة للتواصل ومد الجسور زي ما حضرتك بتتكلم، من اليونان لإيطاليا لفرنسا لألمانيا، على مستوى جهود الوزارات والجمعيات الأهلية المصرية استطعت أن تبني وتمد جسورا واسعة مع كل دول العالم، في استراليا، في نيوزيلندا، في الصين، في اليابان. الرعاية التي توفرها الدولة المصرية عبر وزارة الهجرة وعبر وزارة الخارجية بتعمق من قيم الولاء والانتماء لدى المواطن المصري. كنا دايما بنتحدث عن أزمات الجيل الثاني والثالث من المصريين وأبناء المصريين في الخارج. صحيح. انت ابتديت تشوفهم النهاردة يشاركوا بفعالية في احتفالات لمد الجسور والجذور معاهم، ابتديت تشوفهم بيحضروا مؤتمرات الشباب، منتدى شباب العالم، ابتديت تشوفهم النماذج البارزة فيهم بتأتي إلى الدولة المصرية لكي تكون قدوة للشباب المصري أنه يستطيع، مصر تستطيع بالفعل، وأن شباب مصر قادر على التواجد بفعالية على الساحة. تعميق الانتماء عند الشباب ده مهم جدا، لأن هي دي الأجيال التي ينبغي أن تحمل صورة الدولة المصرية في الخارج، وهي دي الأجيال اللي عليها دين كبير لهذا الوطن. الأباء والجدود بتوعهم لو كانوا سافروا برا، النهاردة الدولة المصرية عبر مد هذه الآليات اللازمة وعبر هذا الإدراك العميق وفقا لاستراتيجية وفلسفة نظام الحكم من 2014 لغاية النهاردة، أنت قدرت تغير كتير جدا من المفاهيم التي كانت تسيء للعلاقة بين الطرفين. فابتديت تجني هذه الثمار، هذه الثمار بتجنيها في الدعم الكامل للدولة المصرية. شفتهم بيشاركوا في الحملات ضد التطرف والإرهاب، شفتهم بيعقدوا الندوات اللازمة في الخارج، شفتهم مشاركين بفعالية في استقبال كافة الوفود الرسمية في زياراتها للخارج، شفتهم إزاي بيكونوا متواجدين لحماية الدولة المصرية اللازمة من العناصر المتطرفة، أصحاب الفكر المتطرف في الخارج، شفتهم إزاي قادرين يقدموا النموذج الأبرز في المشاركة عبر كل الاستحقاقات السابقة. علشان كده انت بتقول انك اتبعت استراتيجية قوامها التواصل المباشر، قوامها تعميق قيم الولاء والانتماء عبر استقدام هؤلاء الشباب الى الداخل من اجل ابراز تجاربهم، قوامها انك اشعرتهم بقيمتهم لدى هذا الوطن، ومن ثم انت تجني
ثمار استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بجهود مجموعة من الوزارات المعنية بالتواصل معهم، سواء وزارة الهجرة شؤون المصريين في الخارج أو وزارة الخارجية عبر التواصل من خلال القناصل والسفراء المعنيين بالتعامل مع هذا الأمر في الخارج. طيب المرشحين الرئاسيين ازاي تواصلوا مع الجمهور؟ ازاي قدروا يوضحوا برامجهم الانتخابيه سواء للمصريين في الداخل او في الخارج اللي على اساسها هيتم الادلاء بوسط؟ يعني خلينا نفرق بين حاجتين. التواصل مع الخارج تم من خلال مواقع التواصل او الحملات الرسميه اللي ادارها القائمين على اداره الحملات الانتخابيه للمرشحين الرئاسيين الاربعه، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية الدولية. وبالتالي دي الآلية اللي كان يمكن من خلالها التواصل معهم في الخارج. وهنا يهمنا الإدارة نفسها، إدارة العملية الانتخابية أو إدارة المشهد الانتخابي. هل الإدارة سمحت بهذا القدر من التواصل؟ هل المواطن وهو يذهب اليوم لكي يدلي بصوته هل في أي نوع من أنواع التدخل؟ لا، احنا عندنا الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت هذه العملية بشفافية عالية جدا. طيب علشان نعمل نوع أو قدر من التواصل مع المصريين في الخارج كان في مجموعة من المبادرات، لأن ممكن يكون في قصور في بعض لدى بعض الأطراف في التواصل مع الخارج، فأنت أتحت لهم من خلال المنفذ الإعلامي المهم من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنت أتحت لهم بالتساوي لكل مرشح من المرشحين فرصة التواجد لمدة 100 دقيقة على شاشات مختلف القنوات التابعة للمجموعة، ومن ثم القدرة على توصيل أفكارهم بصورة مباشرة، وأتحت ليهم حوارات عبر العديد من المنافذ، كل حد قدر يعبر عن أفكاره. ودي كانت المقاطع المهمة اللي اتخذت لكل مرشح من الثلاثة علشان يقدر يتواصل مع الخارج. لدينا حملة بقى، حملة المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الحملة الأبرز في إبراز الجهود والمشتبكة مع العديد من القضايا اللي كان واضح تماما فيها إدراك تحديات الحاضر والتحديات المستقبلية والرؤى التي تطرح من أجل مواجهة هذا الأمر. الحملات الانتخابية كلها تضمنت مجموعة من السياسات، البعض طرح أفكارا ذات خطوط عريضة، لكن يبدو أن الجميع مدرك أن التحدي الاقتصادي والتحدي الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية والمجتمعية هي المشاكل الأكثر إلحاحا، ومن ثم كان تم تناولها بكثافة لدى كافة المرشحين. أستاذ أحمد، لما نتكلم على الأحداث الأخيرة، يعني كل المحللين السياسيين شايفين أنه أو المراقبين أنه أحداث غزة وما حدث على مدار 50 يوم ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي بشكل عام للانتخابات الرئاسية 2024، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ متفق تماما، لأن بات هناك إدراكا لدى الشعب المصري لقيمة اختياراته السابقة. يعني الشعب المصري في لحظة من اللحظات نجحت بعض آليات مواقع التواصل الاجتماعي في التشويش على اتجاهات البعض تجاه النظام السياسي وتجاه قدرات الدولة المصرية وتجاه التشكيك في قدرة وفعالية الدولة المصرية على التعاطي الفعال مع أزماتها الإقليمية والدولية. جاءت أزمة فلسطين الأخيرة المتمثلة في الحرب على غزة، لأن أميل دايما لاستخدام القضية الفلسطينية لكي تضع عنوانا أبرز على الساحة أن مصر لديها أوراق اللعبة كاملة، وأن مصر هي الفاعل الرئيسي في أي محاولة للتوصل إلى تهدئة، إلى هدنة، إلى وقف كامل للقتال. طيب القدرة المصرية دي جاية من مؤسسية الدولة المصرية، لكن الأهم جاية من إدراك القيادة السياسية طول الفترة من 2014 لغاية النهاردة لأهمية موقع القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري. مصطلحات كنا بنقولها وبنقول الأمن القومي المصري ومحيط الأمن القومي المصري والاتجاهات الاستراتيجية الحيوية للأمن القومي المصري، وكانت بتقع غريبة على مسامع المواطن المصري، وكان يستخف بها نتيجة حملات التشويش التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المعادية. إنما أنت النهاردة بثبات وعبر إدراك كامل ورؤية لكل التفاعلات الإعلامية وكل التفاعلات السياسية وكل التفاعلات
تفاعلات الأدوار لكافة الأطراف الإقليمية والدولية، المواطن المصري أدرك قيمة دولته وأدرك قيمة قيادته وأدرك قيمة ما تم تنفيذه من سياسات طوال المرحلة السابقة حتى من قبل 2013. كان لدى القيادة السياسية التي تولت الحكم في 2014 الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية في التعامل مع هذا الأمر عندما حظر تملك الأراضي في سيناء لغير المواطنين المصريين. فالمواطن المصري شاف المشهد كويس، أدرك المشهد كويس، وأدرك أن دولته تتعامل بجدية مع كل ما يمكن أن يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، وتفهم جيدا ما كنا نتحدث عنه سابقا من اللاءات والخطوط الحمراء التي تضحت الدولة المصرية في كافة اتجاهات الاستراتيجية الحيوية للأمن القومي المصري، من أنها حمت ووقت الدولة المصرية من مخاطر وتهديدات وتحديات رئيسية كانت يمكن أن تعصف بأمن هذا المواطن. أمن هذا المواطن بيدفعه النهاردة إلى التمسك بصياغة مستقبله. صياغة مستقبله مش بتضمن له الأمن والاستقرار بس، ولكن بتضمن له تشكيل التفاعلات في المستقبل، وتضمن له مساحة الدور المصري والمساحة المتوقعة لتأثير هذا الدور في تفاعلات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم عفوا بس هقطع حضرتك، احنا الان بنتابع على الهواء مباشره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يلتقط الصوره التذكاريه لقمه المناخ كوب 28 التي تستضيفها دبي هذه الدوره، ويشارك السيد الرئيس اليوم في اعمال الشق الرئاسي رفيع المستوى لقمه المناخ للتغيرات المناخيه، والتي انطلقت بالامس في اكسبو دبي لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية. وبالطبع كانت مصر هي رئيسة قمة المناخ العام الماضي في شرم الشيخ كوب 27، وتم تسليم الرئاسة بالأمس من السيد سامح شكري رئيس الدورة السابقة للسيد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي في هذه الدورة. خليني هنا أقف مع حضرتك وأقول أنه كان من الأمور الإيجابية جدا اللي أقرها سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بالطبع، أنه هو فصل تماما بين الجهود والأدوار التي سيلعبها الرئيس في الفترة القادمة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية، وبين رؤية الرئيس كمرشح في الانتخابات القادمة. ده واحد من الأسئلة اللي أنا كنت عايزة أطرحها لحضرتك، وده كان شيء لافت للنظر جدا في الفترة السابقة، الفصل التام اللي موجود بين الرؤى ما بين المرشح السياسي أو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي. بالطبع، لأن هناك إدراك من القيادة السياسية وتوجيهات للحملة الانتخابية بأهمية هذا الفصل وأهمية ألا يختلط الأمر وأن لا يتم، لأن هذه المواقف وهذه المشاركات لو تم استخدامها فهي تمثل يعني زاوية حجر رئيسية في مع باقي المرشحين، يعني لا يمكن أن باقي المرشحين هتكون متاحة أمامهم نفس فرصة التعامل مع هذه القضايا، وده يمكن أن يؤثر في توجهات الناخبين. ولكن الحملة كانت مرتقية بناء على التوجيهات أن تطرح الرؤى وتطرح المواقف التي يتبناها فخامة الرئيس، وأهمها أن العمل هو ما نملكه والعمل هو ما يمكن أن نقدمه، ولدينا على الأرض كم من الإنجازات تمثل الرؤية الاستراتيجية لإدارة الدولة المصرية، وهذا الأمر كافي من وجهة نظر الحملة ومن وجهة نظر فخامة الرئيس لكي تكون هذه هي النقاط الحاسمة بالنسبة للحملة. الرؤية الاستراتيجية اللي بتتبناها الحملة بتقوم على فكرة الإنجاز، فكرة الأفعال وليس الأقوال، وده أمر مهم جدا في التعاطي مع ما يحيط الدولة المصرية من مختلف الجهات. الأهم في ده وده أن فهم الحملة لموقع الأزمات، زي الحملة وزي حملات باقي المرشحين الثلاثة ما كان في إدراك كبير لقضية غزة، الحملة قررت أن لا تنفق على الدعاية الانتخابية، صحيح، وأن توجه ما كان مخصصا للدعاية الانتخابية إلى دعم القضية الفلسطينية، وده كان أمر مهم جدا. ويمكن احنا شفنا المؤتمر اللي كان في الاستاد الحاشد لتوجيه
جهود الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة. هنا ما بتختلفش المواقف، لأن الحملة تعبر عن مرشح هو من جموع المصريين، هو زيه زي بقية المصريين، ومن ثم إذا كان كل المرشحين أمامهم فرصة للتعامل مع هذه القضية وإبداء آرائهم وقدرة على توجيه الدعم إلى القضية الفلسطينية، فالحملة باعتبار فخامة الرئيس مواطنا مصريا وباعتباره مرشحا للرئاسة لديه القدرة أو لدى الحملة القدرة على حشد الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني، وعلى الجميع أن يتبارى في هذا الإطار لدعم جهود الدولة المصرية. اللي بيثبت في النهاية أن تواجد أربع مرشحين على الساحة بهذا الحجم وبهذه القدرة، سواء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو المرشح الرئاسي محمد فريد زهران أو السيد المستشار عبد السند يمامة أو السيد الدكتور مهندس حازم عمر، وإتاحة الفرصة لهم جميعا مع ثقة لكل اسم من الأسماء دي وما يطرحه من رؤى، هي بتخلي المواطن المصري أكثر ثقة في شكل النظام السياسي المصري القادم، خاصة إذا وضعنا ده في إطار المقدمات السياسية الضرورية اللي حطتها الدولة المصرية، سواء في الحوار الوطني والاستجابة لنتائج الحوار الوطني وقدرة هؤلاء المرشحين على الترشح في هذا الإطار. وزي ما حضرتك قلت، هو يعني كل هذه الاستحقاقات الدستورية، أو ده يعتبر الاستحقاق رقم 8 أو الثامن بعد 2013، بيعزز مفهوم الدولة المصرية، يعني بيعزز مفهوم الدولة المصرية بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شرفتنا ونورتنا، وصباح الخير على حضرتك. كل الشكر طيب لحضرتك. شكرا أستاذة منى على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا يا فندم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. ودلوقتي خلينا نروح الإمارات عشان نتعرف على مشاهد من عملية تصويت المصريين في السفارات والقنصليات في عدد من المدن والمناطق. معانا على التليفون أستاذة دينا الجعفري، منسق حملة أنا مواطن بدولة الإمارات. صباح الخير عليك أستاذة دينا. صباح الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك، مبسوطة جدا إن أنا بتكلم معاكم في البرنامج. صباح الخير. أهلا بيكم. صباح الخير أستاذة دينا. حابين نتعرف من حضرتك كده على انطلاقة اليوم الأول للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، المشهد عامل إزاي عندكم؟ الحقيقة اليوم الأول من الانتخابات طبعا إحنا كنا متوقعين إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات، لأن إحنا طبعا يعني كلنا بنستنى اليوم ده علشان نقف ضد بلدنا لانتخاب مصر. وطبعا كانت المفاجاه النهارده ان الناس مقبله كلها على الانتخابات، تمام، وخصوصا بوجود السيد الرئيس في دوله الامارات علشان الكوب 28. فده طبعا يعني عمل الو معاكي يا استاذ اتفضلي. ايوه، فده طبعا خلى الناس تتحفز اكتر ان هي تنزل الانتخابات وتحب ان هي تروح وكده. طيب، حاله من الوعي شفناها بقت موجوده عند المصريين، خصوصا المصريين في الخارج، باهميه صوتهم، وقولي لنا بقى انت شايفه المقيمين في الامارات حريصين ازاي على المشاركه في الاستحقاق الانتخابي؟ هو طبعا في الامارات احنا محرصين جدا، احنا يعني زي اسره واحده في الامارات، والمصريين كلهم هنا بيتعاونوا مع بعض يعني تقريبا. فطبعا احنا دلوقتي بدانا النهارده، بدانا اول يوم في الانتخابات، وطبعا حضرتك عارفه ان الوقت ده دلوقتي قبل الصلاه، في حتى احنا متفاجئين ان في اقبال، يعني اقبال على الانتخابات والانتخاب، والناس حريصه جدا ان هي تنتخب. وطبعا متوقع بعد الصلاه ان شاء الله في صلاه الجمعه يكون في اقبال اكثر. و أستاذة دينا كلميني متطوعة في اتفضل. أستاذة دينا كلمينا أكتر بقى عن التيسيرات اللي بتتاحها السفارة المصرية في الإمارات، أو يعني تحديدا في مقرها، للناخبين والمواطنين المصريين، وحابين نعرف أكتر منك رحلة كده، رحلة الناخب إزاي بتتم، إزاي بيدخل مقر السفارة ويدلي بصوته. كلمينا عن المراحل من بداية الوصول إلى لحظة الاقتراع والتصويت. هو طبعا احنا عندنا القنصلية المصرية في دبي والسفارة المصرية في أبو ظبي اللي هي العاصمة بتاعت الإمارات، تمام، هم دول المقر الانتخابي للرئاسة للترشح، تمام. فطبعا كل المصريين كل مصري بيجي، طبعا السفارة مجهزة لأن هي تستقبل
جميع فئات المصريين، كل فئات المصريين، ذوي الهمم وكبار السن وكل الناس. وطبعا في طبعا اعمال تطوعيه من مواطنين مصريين بيكونوا طبعا موجودين للمساعده، لمساعده اخواتنا المصريين الاخرين، موجودين كلهم عند السفاره كله بعمل تطوعي. تمام. بالنسبه للرحله الانتخابيه طبعا الناخب بيجي يكون معاه البطاقه اللي هو الرقم القومي او الجواز السفر. تمام. جواز السفر او اصل الرقم القومي. تمام. وحتى لو حتى هم عاملين تسهيلات هنا للمصريين، حتى لو الرقم القومي البطاقه خلصانه يقدر ينتخب برضه. في تسهيلات ان هو يقدر ينتخب برضه. وطبعا كل ناخب بيجي على السفاره، كل السفاره ومرحب بيه طبعا، وعاملين خيمه في السفاره من بره والقنصليه من بره لاستقبال المواطنين، والناس ترتاح شويه لو كان في زحمه او حاجه. وكل ده هنبعته لحضرتك بالصور موجودين. أكيد. احنا موجودين. التصوير هيكون مستمر لمده 3 ايام. ايه المبادرات التوعويه؟ يوم 1 و2 و3. مظبوط. ايه المبادرات التوعويه اللي بتقوموا بيها بحيث انه يبقى التصويت موجود بكثافه على مدار الايام كلها ويبقى الجميع متاح له فرصه التصويت؟ احنا طبعا بنحس كل مصري ان هو ينزل ينتخب ويقف جنب بلده ويقول نعم ايوه انا اختار الرئيس وانزل انتخب، لان ده واجب وطني. طبعا ده واجب وطني لكل مصري، وكل الناس طبعا فاهمه كده. كل الناس المصريين الوطنيين فاهمين ان بلدهم بتحتاج لهم وبلدهم محتاجه لهم، وان ده واجب وطني لازم كل مصري ينزل ينتخب. انتخب اللي انت عايزه، انزل انتخب. احنا طبعا بنحس. انا عندي مقابله بعد ربع ساعه، عندنا شركه هنا في الامارات فيها بعض الموظفين وكده، واحنا نازلين نتكلم، نازله اتكلم معاهم يعني على اساس ان احنا هنروح هناخد باص وكده وهنطلع على القنصليه بعد شويه. طب كلميني هنا بقى على يعني نبض الناس واهلنا اللي موجودين في دوله الامارات، في كافه الامارات يعني، وحرصهم على المشاركه. جميل جدا حضرتك بتقول ان احنا بننزل ونقابل الناس ونكلمهم ونبقى في عمليه حث على المشاركه. هم ردودهم طبعاً بتبقى عامله ازاي؟ بيتفاعلوا معاكوا ازاي وبيقولوا ايه؟ الناس كلها بتتفاعل الصراحه، يعني كل واحد بيحب وطنه، حتى لو احنا خارج بلدنا احنا بنتشرف ان بلدنا تكون قويه، بلدنا تكون جميله، بلدنا يكون ليها نظام محترم. احنا كل ما بلدنا بتكون كويسه احنا بنكون كويسين خارج دولتنا. الناس بتحترمنا، الاخرين بيحترمونا، الامان، ان احنا نحافظ على بلدنا عشان ولادنا وعشان احلامنا القادمه. يعني هو المستقبل هو ده اهم حاجه، وكل الناس طبعا تحب ان هي تشترك وتحب ان هي تقول نعم للانتخابات ونعم لمصر وكل حاجه. على فكره البرنامج بتاعكم اسمه صباح الخير يا مصر، انا كل يوم لازم اقول صباح الخير يا مصر. صباح الخير على كل المصريين وعليكي، ونشكرك على المداخله دي. صباح الخير عليكم انتوا. انا معلش انا بعتذر منك، انا اصلي مشغوله قوي قوي والله، انا بره وكده يعني مش يمكن انا اكون مش مركزه كويس، بس يعني حاولت اوصل لحضرتك المعلومه في كل حاجه. بنشكرك شكرا جزيلا على المعلومه دي، ودايما تقومي بدورك كده ان شاء الله. استاذه دينا الجعفري منسق حمله انا مواطن بدوله الامارات العربيه المتحده، صباح الخير على حضرتك. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.